أهلا بكم العرض الأهم وآخر الأخبار من قناة الجزيرة مباشر مصر. تعقد اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب بعد قليل مؤتمرا صحفيا لإعلان النتيجة النهائية للاستفتاء على مشروع الدستور بمقر الهيئة العامة للاستعلامات. وننتقل الآن إلى هذا المؤتمر. للاستعلامات بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم هذا المؤتمر الصحفي العالمي لإعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور المصري كتاب الوطن. وخير بدء لنا دائما كتاب الله القرآن الكريم، آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ الدكتور أحمد نعينع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. صدقت ربنا وبلغ رسولك ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط يا رب العالمين. وهكذا السيدات والسادة استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الطبيب الدكتور أحمد أحمد نعينة، وكانت خير بدء لهذا العرس الديمقراطي العظيم، وهو المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الاستفتاء على دستور 2014. السيدات والسادة، الكلمة الآن لمعالي السفير صلاح الدين عبد الصادق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد المستشار نبيل صليب رئيس اللجنة العليا للانتخابات، رئيس محكمة استئناف القاهرة، السادة أعضاء، السادة المستشارين أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، القامات والهامات التي شرفتنا اليوم بالحضور، السادة أعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا للانتخابات، السادة ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، السيدات والسادة الحضور الكرام، أرحب بكم في هذا اليوم التاريخي بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لنشهد سوياً إعلان النتائج النهائية للتصويت على دستور مصر الجديد. وإذ أنتهز هذه الفرصة لأعيد تقديم التهنئة للشعب المصري العظيم بالمظهر الحضري الذي شهده العالم أجمع على مدار يومين، والذي أكد على أن الشعب المصري يملك قراره بيده، وأن الإرادة المصرية ستظل دائماً تخرج إلى البشرية يوماً بعد الآخر بدروس مستفادة لشعوب العالم أجمع، تلك الدروس التي ستتراسها الأجيال القادمة جيلاً بعد جيل. لقد أثبت الشعب المصري للعالم في 14 و15 يناير 2014 أن قراره بيده، وأن ثورة 30 يونيو هي ثورة شعبية مصرية خالصة، ليدحض بخروجه الكبير تشككات المغضين ويؤكد الحقائق لآراء المترددين. حقا شعب عظيم ووطن عظيم. السيدات والسادة الحضور الكرام، إن شعب مصر الأبي سيمضي قدما وبخطى ثابتة وبعزيمة أكبر نحو الانتهاء من استحقاقات خارطة الطريق، وصولا إلى بناء دولة ديمقراطية حديثة تحقق الأهداف التي ندت بها ثورة مصر في 25 يناير و30 يونيو، من عيش كريم حر وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية. السيدات والسادة الحضور الكرام، يتفضل الآن السيد المستشار نبيل صليب رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات بإلقاء كلمته وإعلان النتائج النهائية للاستفتاء على دستور مصر 2014. فليتفضل سيادته. شكرا. السادة الحضور الأجلاء الكرام،
والمشاركين في هذا الحفل. أشكركم جميعا على حضوركم وتشريفكم. أسعد الله مساءكم بكل خير. قبل أن أبدأ كلمتي يسعدني أن أهنئ شعب مصر العظيم بعيد الميلاد المجيد والمولد النبوي الشريف، وليس من قبيل المستصادفة أن يتزامن، فهذه إشارة علوية على أن شعب مصر نسيج واحد، أمالهم واحدة وأفراحهم واحدة. وقبل أن أعلن نتيجة الاستفتاء على الدستور، أوجه الشكر لكافة زملائي المستشارين أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، سيادة المستشارين عزت بيه عمران، سيادة المستشار عصام عبد العزيز، سيادة المستشار صبري حامد، سيادة المستشار حسام عبد الرحيم، سيادة المستشار الدكتور جمال ندى، سيادة المستشار أيمن عباس. وكذلك أشكر كافة زملائي المستشارين أعضاء الأمانة العامة للجنة العليا، وكافة رجال القضاء والنيابة العامة، أعضاء كافة اللجان. نشكرهم جميعا على ما بذلوه من جهد لساعات عمل متصلة بلا كلل ولا ملل وبدون راحة أسبوعية، في ظروف غاية في الصعوبة، معرضين حياتهم أحيانا للخطر فداء للوطن. وكذلك نشكر جميع كافة المعاونين والأمناء الإداريين، كما أتوجه بالشكر لكافة ضباط الشرطة والجيش الذين قاموا بواجبهم على أكمل وجه في تأمين اللجان وحماية القضاة، كما أشكر القوات المسلحة على توفيرها طائرات خاصة لنقل القضاة للمحافظات النائية، كما أشكر السيد وزير الخارجية وممثليه وفي مقدمتهم السيد السفير حمدي لوزة لمعاونتهم للجنة لإنجاح تصويت المصريين بالخارج، كما أشكر وزير التنمية المحلية وكل المحافظين في كافة المحافظات على مساعدتهم ومعاونتهم وتسديل كافة العقبات ليؤدي القضاة واجبهم الوطني، كما لا أنسى معاونة وزيري التنمية الإدارية والاتصالات على ما قدموه من خدمات فنية، كما أشكر وزير التربية والتعليم الذي فتح لنا المدارس لاتخاذها مقار انتخابية، وبالطبع أشكر هيئة الاستعلامات ورئيسها سيادة السفير صلاح عبد الصادق، ونحن الآن في بيته وهو الذي وضع كافة إمكانيات الهيئة تحت إمرتنا، كما أشكر كافة وسائل الإعلام مرئية ومسموعة ومقروءة المحلية والدولية على حسن تغطيتها لأحداث الاستفتاء. وبالجملة حتى لا أكون قد نسيت أحدا، أشكر كل من له تعب في إنجاح هذا العرس الديمقراطي، وشكر خاص أيضا لكل مواطن ذهب للجان الانتخاب للإدلاء بصوته وإصراره على ممارسة حقه الانتخابي أيا كان رأيه. ولولا أن يومي الاستفتاء تزامنت مع امتحانات شباب الجامعات لارتفع عدد الناخبين وزاد عددهم زيادة ملحوظة وبنسبة عالية. فها هو دستورنا وقد تم الاستفتاء عليه بنجاح منقطع النظير وبكثافة عالية تزيد عن 20.5 مليون ناخب، وبنسبة تصويت تصل إلى 38.6%، وهي أرقام لا سابقة لها من قبل. وليس وفي رأيي ليس المهم في الدستور ألفاظه ومعانيه ونصوصه ورقيها وما تحويه من مبادئ ومسل، بل الأهم هو مصداقيته وإنزاله على أرض الواقع وإعمال ما تضمنه من مبادئ العدالة والمساواة والمواطنة بين جميع المصريين بلا تمييز، واحترام كرامة المواطن باعتباره مخلوقا إلهيا قبل أن يكون فردا يحمل رقما قوميا.
وأحب أن أنتهز هذه الفرصة لأطمئن إخوتي جميع المصريين في مصر، فلا تقلقوا عليها مهما طال الليل ومهما استطال الظلام، فمصر لها مكانة خاصة عند الله، فقد ذكرت في أكثر من 28 موضعاً في القرآن الكريم، كما ذكرت أكثر من مرة في الإنجيل، وجاءتها العائلة المقدسة، ووصفت في التوراة بأن جنة الله كأرض مصر. ولا أقول هذا لكي نكتفي بذلك، فهناك فرق شاسع بين الاتكال والتواكل، فإن كان علينا أن نتكل على الله فواجبنا ألا نتواكل، بل نعمل بكل جهدنا وطاقتنا، وأن يكون عملنا مطفورا بالإتقان، لأن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فالعمل وبالعمل وحده سنخرج من شرنقة مشاكلنا وأزمتنا. فمصر في حاجة لجهود وعرق كافة أبنائها، وأنا على يقين إننا لن نتخلى عنها بشيء. فنحن أمام لحظة فارقة ومسؤولية تاريخية، وأصبحنا بلا خيارات، فيتعين علينا أن نعمل بكل جدية، ونجتهد ونصمت كرجال، ونعطي هدنة للمظاهرات لكي نعيد لمصر مكانتها وعظمتها، ونسترد أمنها فتعافى اقتصادها تلقائيا، وذلك حتى لا يتدهور حالنا ويصدق علينا ما قالته والدة آخر ملوك الأندلس عندما فر هاربا ممزق الثياب وحافي القدمين وعاري الرأس باكيا على دولته، فقالت له: لا تبكي كالنساء على ملك لم تصنه كالرجال. أيها الأخوة المطنين، تذكروا أجدادكم الأبطال بالأمس حفروا قناة السويس بأظافرهم وفؤوسهم، ومشروعاتها اليوم هي مستقبل أبنائنا في الغد. ولابد أيضاً أن نتذكر رجال الشرطة البواسل أبطال معركة الإسماعيلية، ولا زالوا حتى اليوم يقدمون أرواحهم فداءً للوطن. إخوتي وأبنائي الشباب، أنتهز هذه المناسبة لكي تتذكروا معي بطولات جيشكم في الماضي والحاضر والتي لا حصر لها، لأن تذكرنا لانتصاراتنا يعيد لنا الثقة في أنفسنا والأمل في مستقبلنا، بعد أن أصدرنا دستورنا وعبرنا أول خطوة في طريق الاستقرار. فمصر وجيشها هي اللي حمت العروبة والإسلام من الغزو المغولي بقيادة هولاكو، الذي اجتاح بغداد ودمر مدينتها وحرق مكتبتها، حتى قيل أن نهر دلجة ظل مسودا لأكثر من عدة أيام بسبب قسرة ما ألقي فيه من وثائق وكتب. فتحرك له جيش مصر بقيادة سيف الدين قطز والتقي في عين جالوت، وانهزم هولاكو شر هزيمة، ولم يذكر التاريخ شيئا بعد ذلك عن هولاكو، ويبدو أنه مات منتحرا أو مكتئبا. وكذلك إبراهيم باشا، أعظم قوات الجيوش على مر العصور، زحف بالجيش المصري حتى قلب الأستانة، وفي طريقه في السكة كده بيسخن احتل إزمير وكوتاهية، ومعركة كونيا ليست ببعيدة وتشهد على ذلك. كما نذكر أيضا أبطال جيشنا في الوقت الحاضر، أبطال العبور وحرب أكتوبر، ورجال اليوم هم إخوة وأبناء هذا الجيل العظيم، وتلامذة أسطورة الصعقة المقدم إبراهيم الرفاعي قائد الفرقة 39 صعقة، والمقدم باقي زكي يوسف مخترع مدفع المياه، شوية مياه
بشوية مية اخترقنا وعبرنا خط برليف اللي كان الخبراء العسكريين بيقولوا عنه إنه لا يمكن اجتياحه أو تدميره إلا بالقنابل الذرية. يا شباب مصر ورجالها، إن مصر أمانة في عنقنا، نحافظ عليها ونحارب عن سلامتها وأمنها واستقرارها. مصر التي نفخر بها والتي تسمو عن كل دولة أخرى تحت الشمس. مصر التي عرفت التوحيد قبل الأديان، وهي ليست فقط صاحبة أقدم حضارة بل هي مصدرة للحضارة، فهي أول من علم العالم الكتابة والزراعة والطب والفلك، وهي متميزة أرضاً وموقعاً، وهي التي أطعمت في القديم العالم بأجمعه وحمته من شبع المجاعة والفناء أيام يوسف الصديق. هذه مقدمة أرجو ألا أكون قد أطلت عليكم فيها، وأنا أعلم أنكم مشتاقين لمعرفة نتيجة الاستفتاء. وقبل أن نذكرها تفصيلا، هناك بعض البيانات الهامة التي يتعين أن نقف عندها لمعرفة دلالتها. فعدد القضاة المشاركين من كافة الهيئات القضائية بلغ 15,560 قاضياً، وعدد العاملين المعولين بلغ 116,918. ومن هذين الرقمين فقط تستطيعون أن تتعرفوا على المسؤولية الجسيمة التي ألقيت على عاتقنا. وصدقوني أن مقر اللجنة العليا للانتخابات لم يكن بالنسبة لنا مقر عمل فقط، بل أيضاً مكاناً للمبيت. وقد بلغ عدد اللجان الفرعية 352 لجنة، أبقى اللجان العامة 352 لجنة، وعدد اللجان الفرعية 30,317، وعدد لجان الوافدين 146 لجنة. وعدد أصوات اللجان الوافدين بلغت 424,383، أي أقل من نصف مليون. وسبب ازدحام لجانهم أن ليس لدي أي إحصاءات، لأن كل واحد متسجل عنوانه مقره الانتخابي على عنوانه المبين ببطاقة الرقم القومي. فإذا كان واحد بطاقته من أسيوط، أنا مش عارف هينتخب في أسيوط بلده، ولا هو في اسكندرية، ولا في القاهرة، ولا في شرم الشيخ، ولا شغله فين. فده السبب إن واجهنا هذه المرة لجان الوافدين بلا أي إحصائيات، فعشان كده حصل ازدحام أمامها. ومع ذلك كنا لا نتأخر في تشكيل أي لجان جديدة لمواجهة الضغط والزحام. فقد بدأنا بعدد مبدئي قدره 115 لجنة، وعندما ازداد الضغط في اليوم الأول تم إضافة 19 لجنة أخرى، وفي اليوم الثاني الاستفتاء تم زيادة 12 لجنة. حتى اللجان العادية كنا بمجرد أن نشعر بازدحام أو بطء في سير العمل كنا بندفع إليها بمزيد من القضاء. أما عن سياسة اللجنة في أدائها لعملها، فقد كان هدفنا منذ اللحظة الأولى لتولينا مسؤولية شرف رئاسة تلك اللجنة هي الارتقاء بمستوى الأداء، ولعلكم جميعا لاحظتم ذلك. وكان عملنا لتحقيق هذا الهدف على ثلاثة محاور: أولهما تبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الدولية التي تثق في كفاءة ونزاهة الانتخابات المصرية. فقمنا بالتوقيع معها على مذكرة تفاهم وتعاون حتى ما تنفتح اللجنة على مسيلتها في الخارج، وتم بالفعل توقيع اتفاقتين مع منظمة الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، والبقية في الطريق. والمحور الثاني استخدام القارئ الآلي اللي هو الكارد ريدر، ونقدر نقول عليه انتليجنت كارد ريدر، حتى ما يكون نواه وخطوة أولية لميكنة عملية الانتخابات برمتها مستقبلا.
وفكرة الكارد ريدر دي ببساطة شديدة جدا عبارة عن جهاز قد كف الإيد مرة ونص تقريبا، بندخل فيه كل بيانات اللجنة اللي هي بتشتغل، بحيث الناخب يدخل ندخل بطاقة الرقم القومي فيه يدي نور أخضر، ما عدا أن يدي أخضر أن هو غير محروم من مباشرة الحقوق السياسية، وأنه مسجل في هذه اللجنة، وأنه رقمه في اللجنة كام وفي صفحة إيه. فدي طبعا كانت بتسهل للقضاء كثيرا بدلا ما يحاسبوا في عشرات الصفحات. أما إذا إدى نور أحمر يبقى إما هذا الشخص محروم من مباشرة الحقوق السياسية، أو مباح له بممارسة حقه السياسي بالانتخاب بس مش هو في هذه اللجنة، جاي لجنة خطأ، أو إن هو سبق له الانتخاب قبل كده، فبنقدر نكتشف الواقعة في لحظتها. فدي بتريح القاضي جدا جدا إنه ما يرجعش صفحات ولا أوراق، ده بتدي له الصفحة بالرقم إذا كان الناخب اللي واقف قدامه موجود في هذه اللجنة. وطبعا ده بجانب مزايا أخرى، يعني مش موضوعنا، لكن ليه مزايا عديدة جدا إن احنا أطلع منه إحصائيات يعني زي ما أنا عايز، أقدر على مدار ساعات اليوم أقدر أعرف الصباح كان عندي كم ناخب، بالليل عندي قد إيه ساعات الذروة، قد إيه الرجال، قد إيه النساء، قد إيه الشيوخ، قد إيه، فأقدر أعرف منه بيانات كثيرة جدا. لكن لو قدرنا نعمم هذه التجربة، احنا بدأناها بس هذا الانتخاب، لكن إن شاء الله في الانتخابات القادمة إن شاء الله نعممها، هتريح القضاء جدا، وهنقدر يعني نسهل طابور الناخبين بدل ما يمشي ببطء يمشي في منتهى السرعة، لأن العملية هتبقى سريعة. والمحور الثالث الاستفادة بالتكنولوجيا الحديثة بالاستعانة بشبكة معلومات إلكترونية مغلقة متصلة بقاعدة بيانات الناخبين لمنع تكرار التصويت ورصد أي مخالفات حال وقوعها. والآن أنا أعلم أنكم مشتاقين أخيراً لمعرفة النتيجة النهائية للاستفتاء، وهي كالآتي: إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين 53,423,485، إجمالي الذين أدلوا بأصواتهم 20,613,677، الأصوات الصحيحة 20,366,730، الأصوات الباطلة 246,947، نسبة الحاضرين والتصويت 38.6%، الذين قالوا نعم 19,985,389، الذين قالوا لا 381,341، النسبة الإجمالية الذين قالوا نعم 98.1%، والذين قالوا لا 1.9%، وهو أعلى رقم عدد للناخبين وأعلى نسبة تصويت. فبالمقارنة بالاستفتاء الدستوري الأخير في 15/12/2012 بلغ عدد الناخبين 17 مليون ناخب بنسبة تصويت 32.9%. وأنا أعتقد لولا الامتحانات في هذا الوقت وخاصة امتحانات الجامعة لزاد عدد الناخبين كثيرا وكذلك نسبة التصويت. وأخيرا يا إخوتي الأعزاء أكرر شكري على حضوركم، وأرجو ألا أكون قد أطلت عليكم. والآن بعد أن وفقنا الله
والآن بعد أن وفقنا الله في تقنين دستورنا ونجاح الاستفتاء عليه، نطلب منه العون والإرشاد لإنهاء المرحلتين الباقيتين من خريطة القضية، وهما الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والله الموفق. وأحب أن أعرفكم عند خروجكم سيتوزع على حضراتكم ملف كامل يحتوي على كافة تفاصيل نتيجة الاستفتاء، بالإضافة إلى نشرها على موقع اللجنة الإلكتروني. وألف شكر. سيداتي وسادتي، إذن مشاهدينا الأعزاء، كان هذا هو المؤتمر الصحفي للجنة العليا للانتخابات التي أعلنت فيه النتائج النهائية لاستفتاء على وثيقة الدستور 2014 والتي تشمل التعديل على دستور 2012. وكما استمعنا إلى المستشار نبيل صليب رئيس اللجنة العليا للانتخابات والذي أعلن النتيجة والتي أقرها في نهاية هذا المؤتمر كالتالي: أن إجمالي عدد الناخبين المقيدين كما قال المستشار صليب 53,423,485، إجمالي الذين صوتوا في هذا الاستفتاء 20,613,677، نسبة الحضور بهذه الطريقة وصل إلى 38.6%، نسبة أو عدد من صوتوا بنعم 19,985,389 من 20,600,000، والذين صوتوا بلا على حسب المستشار صليب 381,341. إذن النسبة النهائية لهذا الاستفتاء 98.1%، من قالوا نعم، و1.9% قالوا لا. وأيضا برر أو علق المستشار نبيل صليب على هذه النسبة أنه لولا هذه الامتحانات التي كانت في هذا الموسم للطلبة والطالبات لزادت نسبة الحضور ولزادت نسبة التصويت. وقارن أيضا المستشار نبيل صليب هذه النتيجة بنتيجة استفتاء 15/12/2012، وقال أن دي كانت أعلى نسبة تصويت في هذا الاستفتاء الأخير، لأن في 2012 كان 17 مليون ناخب ونسبة التصويت وصلت 32.9%، لكن ده 38.6%. تحدث في بداية هذا المؤتمر السفير صلاح الدين عبد الصادق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بعد تلاوة مباركة لفضيلة القارئ الطبيب أحمد نعينع، ثم أشار السفير صلاح الدين عبد الصادق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إلى أن الإرادة المصرية تخرج يوما بعد الآخر بدروس مستفادة للعالم أجمع. أيضا قال أن الشعب أثبت أن قراره بيده، وأن ثورة يونيو ثورة شعبية مصرية لتضحت بذلك تشككات المغرضين بهذا الاستفتاء وصولا إلى بناء دولة ديمقراطية حديثة. ثم تحدث بعد ذلك المستشار نبيل صليب رئيس اللجنة العليا للانتخابات الذي هنأ الشعب المصري بعيد الميلاد والمجيد والمولد النبوي الشريف، وأشار إلى أن هذا تعتبر إشارة علوية أن شعب مصر نسيج واحد. وجه الشكر والتقدير إلى كل الجهات في الحقيقة التي تمثل الدولة، الإدارة المحلية والشرطة والجيش والقضاء، بادئا بأعضاء الهيئة العليا للانتخابات المستشار عزة عمران وعصام عبد العزيز وصبري حامد وحسام عبد الرحيم وجمال ندى وأيمن عباس. أيضا شكر الهيئات الدبلوماسية والخارجية المصرية عشان الاستفتاء المصريين بالخارج. أيضا شكر الوزراء والجهات التنفيذية كما قلت، ووجه شكر خاص لكل مواطن ذهب لممارسة حقه الدستوري أيا كان رأيه.
وذكر أيضا مبررا لانخفاض الإقبال على الشبابي إن هذه فترة امتحانات ربما هي التي تسببت في عدم إقبال الشباب. قطاع الشباب هو قطاع مهم جدا، وكان متميز به دستور 2012، وكان متميز به الانتخابات الرئاسية، وكان متميز به أيضا يعني كل الاستحقاقات الانتخابية بعد ثورة يناير 2011 التي تعرف بثورة الشباب المصري. إذن ذكر أيضا المستشار نبيل صليب، وأنا بحاول يعني أعرض أو أعيد مختصر لما قاله المستشار نبيل صليب رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وقال ليس المهم في الدستور ألفاظه أو معانيه، بل الأهم مصداقيته وإنزاله لأرض الواقع وإعمال ذلك بدون تمييز واحترام كرامة المواطن. الدكتور أحمد بديع القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، 98.1% هم نسبة من قالوا نعم، وبقية النسبة 1.9% نسبة التصويت بلا. كيف تعقب على ذلك دكتور أحمد بديع عبر الهاتف معنا القيادي في التحالف الوطني لدعم الشرعية؟ دكتور أحمد تفضل. والله النسبة أعتقد أن هي صحيحة، يعني لأنه ما راحش لجان للتصويت على الدستور الا الموافقين على الدستور، اما المقاطعين ودول كانوا معظم الاعداد الداخلين او المصوتين او المسجلين في صفوف الناخبين ما راحوش. هي المساله مش في 98، المساله في كم واحد راح اللجنه. هم بيقولوا يعني تقصد ان لو 100 واحد راحوا انتخابات منهم 95 قالوا نعم وخمسه قالوا لا، النسبه هتطلع كده بالظبط كده حضرتك. هي القضية كلها في الأعداد اللي هم بيسوقوها إن هي راحت انتخبت، يعني اللي هي كام؟ اللي هي 28 مليون أعتقد، أنا بس بحاول لسه ما حفظناش الأعداد. 28 مليون حضروا الانتخابات بنسبة 38% نسبة تصويت. يعني أنا أتصور إنه إحنا في ذروة التجاذب السياسي بين محمد مرسي وأحمد شفيق في جولة الإعادة. العدد ده يمكن ما راحش تقريبا، يعني وكانت العملية السياسية مفتشدة تماما. أعتقد كان 26 مليون؟ يعني كان يمكن كده أو أقل شوية يعني. حضرتك أنا بتكلم على جولة الإعادة اللي كان فيها جولة الإعادة أيوة. ما بتكلمش على الجولة الأولى اللي كان فيها كل المرشحين، بتكلم على جولة الإعادة التي حشد لها التيار الوطني والإسلامي كل قواه، وحشدت له الفلول والثار الألماني والكنيسة كل قواها، وكانت الصواريخ بتمتد لساعات طويلة جدا. والاستفتاء 19 مارس اللي كان 2011 اللي كان أعتقد كان 24 أو 23 مليون 24 صحيح أو 22 تقريبا أو حاجة كده. فأنت أمام حالة من يعني ذلي أقول لك فيها اسمها الفجر السياسي، حالة فجر سياسي أنه أنت تقول بشكل كاذب واضح لا تخطئ عين انه هذه الملايين خرجت. هذه الملايين اين خرجت لا ادري، يعني اللي كانت في الاحلام او على الاوراق. يعني الشباب قاطع، معظم الشباب قاطع او كل الشباب قاطع اللي هم المستقبل، وما راحش الانتخابات او الاستفتاء هذا الا يعني العواجيز اشباح الماضي المتشبثين بالماضي وابناء الكنيسه او بعضهم حتى، يعني مش كلهم. فهذه النسبه اولا نسبه فاضحه. ايضا هناك حزب النور ربما نجح في الحشد دكتور بديع. بالعكس ده كل الانباء المتواتره الان ان حزب النور يعني يلقى تقريعا من الجميع ان هو لم يستطع ان يحشد يعني النسبه المقبوله وان يقوم بالدور المنوط به والمطلوب منه. للاسف الشديد هو يلقى تقريعا الان شديدا ويتجرأ عليه حتى يعني صغار القوم منهم، فيعني يأكلون لهم الاتهامات. طيب دكتور أحمد بديع، يعني هم يقدمون يعني ما لديهم من أدلة وبراهين، حتى سيادة المستشار صليب تحدث عن أن في برمجة إلكترونية كان عن طريقها يتم التحكم في هذه الأعداد، واستبعد نسبة الأخطاء في الحقيقة، وقال أن ميكنة العملية ساعدتنا كثيرا في معرفة حتى نسب الرجال والنساء والشباب والكلام ده كله، وعلق على موضوع الشباب ده هنتكلم فيه بالتفصيل أنه لولا الامتحانات لكان إقبال الشباب أكتر. هم قدموا هذه الأدلة والقرائن، ما هي وأيضا الفضائيات المصرية والصحف المصرية كانت بتجيب صور للجان في الحقيقة مكدسة. طيب القناة الفضائية فين هي الحجج التي تدحض هذه الأدلة والقرائن؟ لا 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 حضرتك يعني أرجو ألا تجاهل الحقيقة.
لما يبقى في لا لا 15 20 عفوا بس لا انا بس لا بتحفظ على كلمه ازاي في الحقيقه، انا بعرض سؤال ما بعرضش حقيقه. طيب يعني انا بقول لحضرتك لما في 20 لجنه طيب 30 لجنه 100 لجنه احنا كانوا عندها طوابير، دول يجيبوا كام واحد في ال 100 لجنه؟ يعني القنوات المصريه التي يعني قنوات يشهد لها بالرياده الان وبالسبق في مجال المعلومه والاعلام، وطبعا حضرتك عارف لو سمحت افتح الكادر وريني الصفوف لو سمحت، تعالوا وقفوا ورايا عشان تكسروا نفسكم. دي كلها برضه كانت القنوات المصريه، ولا ما كانتش القنوات المصريه؟ دي كانت قنوات مستاجره عميله ضد الانقلاب، كانت القنوات المصريه، وده كان بيحصل فيه. وبعدين لو كان في كثافه في مناطق فيها نصارى كثيره او فيها يعني مؤيدين كثيره، انا بتكلم على 52 مليون 700 الف انسان مسجل في كشوف الانتخابات، كم واحد راح منهم؟ فما تجيش عادي كم الف لجنه، خدت بالك؟ فتقوليش حضرتك او ما حدش يقول لي والله لا ده في 1000 لجنه كان في تكدس، حتى لو كان في 1000 لجنه فيها تكدس فكم واحد؟ احنا هنا في القرى مدارس باكملها كان بيدخلها واحد او اثنين او ما بيدخلهاش حد خالص. احنا عارفين احنا حضرتك خدنا اللي بره عمليه انتخابيه مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه من استفتاء لتعديل دستوري لرئاسه لشورى لشعب، وعارفين لما تبقى في كثافه انتخابيه موجوده. طيب دكتور احمد بديع، حضرتك اتكلمت وقارنت على الحضور الجماهيري اللي كان في الاستفتاءات السابقه وكان في اجماع من الشعب كله على انه يحضر، يعني حتى يعني جبهة الإنقاذ ما كانتش مقاطعة، ما كانش في أي حد مقاطع لهذا الاستفتاء إلا قليلا يعني، وليست حركات مؤثرة أو أحزاب مؤثرة. استفتاء 2011 اللي كان كل حتى جهات مؤسسات الدولة حتى القوات المسلحة والشرطة وكل من في الدولة كان بيشحذ الهمم للحضور ما وصلش إلى هذه النسبة في الحقيقة، أنت أشرت إلى ذلك وأشرت أيضا إلى غياب الشباب، والذي يعتبر كان فيه تصريح واعتراف ضمني من المستشار نبيل صليب إن ما كانش فيه إقبال للشباب، وبرر ذلك وعلق ذلك مبررا أنها موسم امتحانات. أيضا حزب النور هناك من قال أنه لم ينجح في الحشد. أيضا الجهات الأخرى اللي كانت بتحضر قبل كده زي حزب مصر القوية اللي قاطع في آخر لحظة، أيضا التحالف الوطني والإخوان المسلمين اللي هم بيمثلوا جزء كبير جدا من الانتخابات، كانوا حتى بيقولوا أن نسبة الإخوان هي اللي دايما تؤثر في كافة ميزان هذه الاستفتاءات وهذه الانتخابات. طيب هم في النهاية أقروا هذا الدستور وشرعنوا له وقننوا له كما قال المستشار نبيل صليب، وقالوا انهم قطعوا الخطوه الاهم تجاه الانتخابات او الاستحقاقات، وذكر الرئاسيه قبل البرلمانيه. ماذا انتم فاعلون في التحالف الوطني حيال ذلك؟ اولا اذنت لي بس في قضيه فتره الشباب وكلام المستشار الامتحانات، انا في الحقيقه فتره الشباب بتعطيني دلاله مهمه جدا وبتعطيني تساؤل المستقبل، انه المستقبل دايما لهؤلاء الشباب لانهم اكثر من 60% من الشعب المصري، ثانيا الشباب دول هم المستقبل، اما يعني اشباح الماضي العواجيز ادارات امام اللجان دول اللي هم استمرقوا الذل وعاشوا فيه سنين طويله وقادرين مش قادرين يطلعوا منه وخايفين يطلعوا احسن مستقبل يعني راحوا، فانا اتصور ان الانتصار ان شاء الله لكل الشباب. هذه مساله، المساله انه الاخرى اللي هي قضيه شرعنه حضرتك، مش الاغتصاب حتى لو نتج عنه سفاح ما بيشرعنش في النهايه بالولاده وتاريخ الميلاد، انه ده هذا المولود شرعي. اللي بيحصل ده اغتصاب لاراده الامه، والامه سوف تسترد حقها وهتسترد الدوله، وهذا الدستور في النهايه سوف يكون مصيره في تقدير الشخص يعني في سله المفاوضات ليس اكثر. لكن هم بيحاولوا جاهدين، ده صحيح ان هم يتعدوا او يتخطوا السلمات سلاله الثلاث الدستور والرئاسه والبرلمان عشان يثبتوا العالم والله احنا بقينا دوله شرعيه خلاص. اتصور ان ده كله لن يجد في النهايه، سوف تنتصر اراده الامه في النهايه. شكرا جزيلا دكتور احمد بديع، القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعيه ورفض الانقلاب، معلقا على هذه النتيجه للاستفتاء التي اعلنها المستشار نبيل صليب رئيس اللجنه العليا للانتخابات. واتحول الى الاستاذ محمد فؤاد، القيادي بحركه 6 ابريل. استاذ محمد اهلا بك، تعليقك ايه عن النتيجه؟ هل كانت متوقعه؟ اولا السلام عليكم. النتيجه كانت متوقعه، النتيجه اللي احنا كنا متوقعينها كويس جدا، بالاخص نسبه الحضور.
للاسف كل الانظمه اللي بتيجي على مصر سواء من نظام مبارك او نظام الاخوان المسلمين او النظام اللي موجود حاليا كلهم بيزملوا كتله حرجه قويه جدا في شعب مصر وهي الشباب. دستور 2012 او في استفتاء 2012 بتاع الاخوان بتاع الاخوان المسلمين الشباب قرروا ان هم يقطعوا الاستفتاء وبالتالي نسبه الاستفتاء جت ما زادتش عن كانت حوالي 33%. الدستور ده برضه الشباب قرروا ان هم يقطعوا الاستفتاء عشان كده النتيجه برضه ما جابتش 40% وصلت حوالي 38%. كله للاسف جه من دور الشباب، كله مش فاهم قوه الشباب في الارض. حركه 6 ابريل كانت حركه سباقه عندنا، احنا خدنا قرار بالمقاطعه، استجبنا قواعدنا في الشارع يعني استطلعت اراء الشباب كلها، الشباب كلها كانوا مقاطعين رافضين حاجات كتير جدا في الدستور ده، اهمها اللي هو الدستور ده لغى مواد عزل الفلول سواء فلول نظام مبارك او فلول الاخوان المسلمين اللي هو الشباب صار عليهم في 30/6. رفض الممارسات القبعيه اللي موجوده، رفض عوده الدوله الجنسيه، رفض القتل اللي بيحصل، رفض اراقه الدماء اللي بتحصل في كل حته، رفض الاعتقالات العشوائيه، قانون التظاهر لغايه دلوقتي مش عارفين فين طلع ليه. الشباب رفض كل الكلام ده. شايف ان المرحله الانتقاليه دي اصبحت بدل من مرحله انتقاليه في عمر الوطن او في عمر مصر من نظام لنظام ديمقراطي اخر، لا شايف ان هي مرحله انتقاميه، مجرد انتقام او صراع على السلطه بين مؤسسات مختلفه او جماعات مختلفه. كله بيحاول يكسب السلطه وكله بيحاول يكسب اللي يقدر يكسبه من الوطن على حساب الشعب المصري وعلى حساب مستقبل الشباب. الشباب اللي بيحاولوا بكل طاقتهم ان هم يعملوا مستقبل ليهم ولاولادهم. شويه يقول لك الاعلام امبارح يتكلم لا مين قال ان الشباب ما شاركش، شويه يقول لا الشباب ما شاركش بالفعل بس في اسباب مختلفه منها ان هو في امتحانات. طب نسبه عدد الطلبه اللي كان عندهم امتحانات كام في الميه؟ لو حسبناها ان الام ما ادتش على 1.5% 2% بالكثير، طب ابدا مين فين؟ الاندكس 60% من شباب مصر. ده مؤشر خطير جدا لان الشباب من جواهم لا هو بس كمان استاذ محمد يعني هو المفروض تحديد موعد الاستفتاء المفروض انه يكون من قبل السلطه الحاليه او قبل اي سلطه في الحقيقه، انه المفروض بيراعي كل هذه المواسم وهذه المناسبات، يعني ما جيش يعمل استفتاء في اعياد مثلا، ما جيش يعمل استفتاء في رمضان، ما جيش يعمل استفتاء في موسم امتحانات المفروض، بس للاسف احنا يعني فما يجيش بعد كده يعلق على ان نسبه الاقبال كانت بسبب كذا. طب ما هو كان في امطار مثلا في عصر في 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 كان مش فاكر في انتخابات الرئاسه ولا في ايه، كان في امطار جامده جدا ولم يعني وما اخرتش الناس. يعني قصه ان احنا دلوقتي في مصر في مرحله صعبه، البلد عايزه زي ما بيقولوا او زي ما بيتقال البلد عايزه تخلص مرحله التحول الديمقراطي عشان تبدا تقف على رجله وتيجي حكومه منتخبه وتيجي مجلس شعب وتيجي مؤسسات منتخبه تبدا تقوم بالبلد. ده الكلام اللي بيقولوه، عشان كده حاولوا يسرعوا العمليه بدون دراسات كافله او بدون موضوع كده يعني موضوع اللي جاي. طيب يا استاذ محمد، المهم ما بعد ذلك؟ خلاص انت قلت النتيجه كانت متوقعه وهم كده بيشرعنوا بأي طريقة، بحاولوا يثبتوا خطواتهم كما فهمت منك، وانت بتنظر إلى هذه النتيجة أنها تدليس وتضليل وأنها تذكرنا بالماضي يعني على ما فهمت منك. لكن مش تدليس وتضليل أكتر ما هي محاولة، أو إن هي محاولة هم بيحاولوا يخدعوا النتيجة حقيقية يعني الناس اللي نزلت لا ما بتكلمش عن النتيجه يعني بنعم او لا، لان دي نتيجه زي ما قال الدكتور بديع دي يعني سهله انها تبقى 100% كمان على لكن نسبه المشاركه والحضور بعض المخالفات يعني احنا مثلا شفنا ودي كانت موجوده في كل حته معلنه بعض الاحزاب وبعض الهيئات كانت بتقول لك احنا موفرين اتوبيسات لنقل الناس للجان الانتخابيه اللي بتوع في التلفزيون في القنوات الاعلاميه، ده مخالف تماما لقانون الانتخابات في القناه عامه كلها موجوده في العالم كله بتاعت اي انتخابات. طيب السؤال هنا، السؤال يا استاذ محمد وهو المهم، يعني حركه 6 ابريل هل لها يعني استراتيجيه معينه في المرحله القادمه؟ لان ده كان شيء متوقع، المفروض تكونوا عاملين حسابكم. هل انتوا بقى خلاص هل ستراجعون انفسكم كما طلب المستشار نبيل صليب؟ هل من الممكن ان تعيدوا حساباتكم مره اخرى؟ على اي اساس ستعيدون هذه الحسابات؟ لا مش مدخله المستشار نبيل صليب، بس للاسف مش عارف اعلق عليها قوي لان ما سمعتهاش. لكن اللي بتكلم فيه ان احنا بنسعى، احنا واخدين خطوات محدده اعلناها بدايه من المؤتمر الصحفي اللي فات اللي عملنا فيه مقاطعتنا للانتخابات ديت، مقاطعتنا للنظام اللي موجود حاليا النهارده، دعينا لمؤتمر موجود في مؤسسه في مجلس الوزراء رفضنا ان احنا نشارك فيه. الحركه رفضت ان احنا نشارك فيه. 25 يناير القادم يعني يمثل بالنسبه لكم ايه؟ ربنا في 25 يناير اللي جاي هو استكمال مرحله من مراحل استكمال
خطوات لنجاح الثوره المصريه اللي بنتكلم باي صيغه باي صيغه باي صيغه على ارض الواقع. في خطوات هتتاخد على ارض الواقع ان شاء الله فعلا في الحكومه الصح ان شاء الله الاسبوع دوت. بنحاول دلوقتي نجمع مجموعه من الحركات الائتلافات الشبابيه اللي بنحاول نجمعهم كلهم في تكتل واحد بحيث يبقى ليه قوه ومجموعه على الارض. بنحاول نضم الشباب الناس اللي قطعت دي قطعت دي بنحاول نضمهم ونكسبهم في الصف ونحاول نشوف المرحله اللي جايه نبدا نتصرف ازاي. وبظبط ان شاء الله بظبط ثلاث او اربع ايام نعلن في المؤتمر الصحفي ان شاء الله خطواتنا من 25. وكان احنا ما زلنا على مبدانا اللي اعلنا عنه برضه في المؤتمر اللي فات ان احنا في حاله من تحالف تام لم ولن ننسق مع الفنون ولم ننسق مع الاخوان المسلمين اي تحالف دعم شرعي. يعني اذا انتم يعني نفضتم ايديكم من يعني التعقيب على هذه النتيجه، لن تحاولوا الطعن فيها او القدح فيها بطرق قانونيه او غير قانونيه، انتم تسلمون بها ولكن ستقاط يعني ستواجهونها باليات اخرى. النتيجه من ناحيه القانون، القانون في النتيجه لو بتقول قانونيه في نتيجه قانونيه مش هنقدر نتكلم فيها قانونا، لكن احنا لنا طرق ثانيه نبدا نتكلم فيها على النتيجه دي زي ما اتكلمنا على انتخابات 2010 وطلعنا كلنا على انتخابات 2010 اللي كان بشكل قانوني اتغيرت بشكل قانوني اتغيرت بشكل قانوني وطلعت فيها بشكل قانوني لكن بدانا نتحرك عليها. كذلك استفتاء 2012 اللي كان فيه لا يعني كان فيه مخالفات كثيره موجوده برضه في راس دماغنا في 2012 وبدانا نتعامل معاه برضه بشكل مش قانوني بنتعامل على الارض. احنا حركه شبابيه حركه ضغط شبابي بنشتغل على الارض بنستغل القوى الشبابيه اللي موجوده عندنا في كل المحافظات المصريه في كل المراكز في كل النقط بنبدا نتحرك بنبدا نوعي الناس على المشاكل دي كلها وبنبدا نتحرك الحمد لله بكل الشعب في ظهرنا. أشكرك شكرا جزيلا محمد فؤاد القيادي بحركة 6 أبريل كان معنا عبر الهاتف، وكنا قبله مع دكتور أحمد بديع القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية. لم يستنكر أحدهما يعني هذه النسبة ما بين نعم ولا 98% و1.1%، لكن نسبة الحضور هذه ما استنكرها يعني المتداخلين معي. معايا الأستاذ هيثم أبو خليل الناشط الحقوقي. أستاذ هيثم أهلا بك، وما تعقيبك على نتيجة الاستفتاء؟ طبعا يعني حاجه مش مستغربه من النظام الحالي في مصر، النظام الانقلابي. انا مش عاشغل نفسي يعني بالحديث على هذه النتيجه الهزليه ونسبه حضور الخزعبليه، ولكن اقول ان هي حاجه مسروقه ففي اتعمل عليها مزاد، فالمزاد جت 98 هي اصلا حاجه مسروقه بلجنه بجامعات السياسيه غير منتخبه بخارطه طريق غير مستفتى عليها. هم النهارده بيقولوا لنا نسبه الحضور 38% والنعم 98، رجعنا بقى لارقام خمس ساعات وست ساعات والعهد بقى بيحاولوا يعني يستجلبوا ويستحضروا العهد البائد والعهد اللي قبله والعهد الناصري في استفتاءات الستينات عندما قال 6 مليون شخص لعبد الناصر نعم ورفض فقط 32 واحد. يعني دخلنا بقى في الامور اللي في 98 واحد من 10 او 2 من 10 وبعدين يتكلمون على نسبه حضور 20 مليون نزلوا. انا بكلمك كراجل شغال في مجال حقوق الانسان بقى لي اكثر من 12 سنه واشتغلنا مع بعض المراكز في يعني اخذ عينات وفي بعض المراكز تواصلت معها اللي قامت بالمراقبه الفعليه. لو اتكلمنا على الاستفتاء بتاع 2012 التوضيب كانت بالكيلومترات وفي الاخر لم تسجل نسبه الا 32 وكسور من عدد يعني افراد مسجلين في الجداول كان قايمينها حوالي 50 مليون ونسب عشريه. فانا بس حزين ان يعني قضاءنا تورط وعاد بعد خمس استحقاقات كانت مرت بطريقه نزيهه وتنفسنا فيها ان الصندوق بيعبر عن الشارع المصري والشعب المصري. ولكن يعني الدستور ولد لقيتا ويليق به هذه النسبه ويليق به هذا الامر يعني. طيب ولكنه سيكرس لمرحله قادمه، يعني كيف تراها؟ والله ما بني على باطل يا استاذي فاضل فهو باطل، يعني هم يعملوا ذلك ان يبني على مرحله اخرى ولكن لا يوجد اساس اصلا يبني عليه. يعني هو النهارده صدعوا دماغنا في ايام مرسي وكان عندهم بعض الحق في الجامعات السياسيه الاولى وبعدين الجامعات السياسيه الحق فيها انتخاب، فكيف يوافقون الان باقصاء الجميع وعمل يعني جامعات السياسيه تفصيل وحط الماده دي 85 اراضي القضاء واعمل لهم ميزانيه ما حدش يقرب لها واراضي وزير الدفاع هي ماشيه احنا في كاس ارضيه هنا او كاس روح معنويه بنلعب كوره. ده دستور ما سمعناش بقى كلام وسمعنا تفضيل وتزمير وشحن وتوجيه
وتخويل لأي حد يرفض بطريقة يعني، وأين الحوار المجتمعي الذي دار يعني حديث حتى يعني عندما تحدثت الصحفية أن بها وقفت عمرو موسى، أين الحوار المجتمعي الذي دار حول هذا الوثيقة المزعومة اللقيطة لهذه العصابة؟ لكن كل يعني هذا تم تجاوزه، وحتى الطعون التي قدمت في هذا الاستفتاء أو ضد هذا الاستفتاء قدحا وطعنا فيه خلاص تم تجاوزها، لأنه بإعلان النتائج أصبح ليس لها قيمة كما قال يعني المسؤولون في اللجنة العليا الانتخابات، أصبح هذا الأمر قانونيا، أنت أمام قانوني الآن. يا استاذ، يا استاذ الفاضل استاذ ايمن، يعني هو حركه النهارده في نقطه مهمه جدا، تظل السلعه في الاخر السلعه يعني في القانون السلعه مسروقه، السلعه حتى تم تداولها وتم تشغيلها هي في اخر مسروقه، لان هناك السلعه الاصيله هي الدستور 2012 للشعب المصري، هو ده الاساس الذي يبنى عليه، لكن النهارده مجموعه معاها دبابات ومعاها طيارات تخطف رئيس وتدوس على دستور وخمس استحقاقات ونقول في الاخر ده قانون ونبداوا يلا يا جماعه، يعني امر صراحه عجيب جدا، وفي الاخر الناس يقولوا يقول لك ازاي المناهضين للقيام فيه قدام القطر، القطر نزل الشارع ضرب الناس وقتل الناس في الشارع، القطر لو ماشي في طريقه وبيحمي الحدود وماشي في وكل واحد بيلتزم بدوره الموجود بيه ما كانش قتل الناس، احنا بنلوم الضحيه وبنقول وليه بنروح مربع بتاعهم ونقول لهم هيبنوا في قانون وهنبني على المرحله القادمه، مش هنبني على المرحله دي، احنا نرفض هذا الكلام جمله وتفصيله، احنا النهارده عندنا دستور وانا حتى يعني من وجهه نظري النقطه واضحه، انا ممكن اتجاوز عوده مرسي ولكن يعود مرسي لو ان شاء الله لو ساعه واحده يفوض صلاحياته، ولكن لماذا بقول كده؟ عشان يبقى له المؤسسات، عشان نحسس ان نزل في خمس استحقاقات انت صوتك محترم واحنا بنقدرك، فلازم مرسي يرجع وبعد ما يرجع بساعه يمشي، مش عشان في ناس اختلفت عليه، ولكن يحط لي دستور يسلقوه ويقول 20 مليون ينزلوا الشارع، هذا امر عبثي وانا والله ارى ان الكلام فيه بيضيع الوقت وهم بيشغلونا بهذا الكلام، احنا عندنا ثوره هي دي تشغلنا وهي دي نستكمل يعني تطويرها ونعمل افعاليات جديده. هو المستشار نبيل صليب يعني تحدث وقال ليس المهم في الدستور يعني الفاظه ومعانيه بل الاهم مصداقيته وانزاله لارض الواقع واعمال ذلك بلا تمييز، يعني في حين انه كان في دستور 2012 وكان مستفتى عليه قانونا ولكن تم الخروج عليه شكلا وموضوعا. شكرا شكرا جزيلا الناشط الحقوقي والسياسي استاذ هيثم ابو خليل، اعتذر منك، اتحول للدكتور خالد سعيد المتحدث باسم الجبهه السلفيه. دكتور خالد اهلا بك، وما هو تعقيبك على هذا المؤتمر الصحفي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، في الحقيقة أنا في سفر ولم أتابع، لكن عرفت أن النسبة 38 وزيادة كما أعلنت اللجنة، ونحن نؤكد أن هذه النسبة غير صحيحة. ده نسبة التصويت، نسبة المشاركة. نسبة المشاركة غير صحيحة، نسبة المشاركة ما بين 11 ل 11.5%، هذه النسبة غير صحيحة. من أين أتيت بهذه النسبة يا دكتور خالد؟ يعني كان هناك مندوبين لنا للتحالف أمام جميع اللجان في كافة أنحاء الجمهورية، وهذه النسب نسب محددة بدقة، النسب لم تتجاوز ال 11.5% من حق لهم حق التصويت. أنا شايف أن الشعب المصري أسقط هذا الاستفتاء بجبارة وبامتياز، الاستفتاء بهذا الوضع ساقط شكلا وموضوعا وإجرائيا وتنفيذيا. اللجنة المشكلة، اللجان التي شكلت هي غير قانونية وغير دستورية، تخالف جميع الأعراف السياسية والقانونية في العالم. رقم اثنين، تميل لاتجاه واحد، الشعب لم يكن ممثلا فيها بشكل كامل. الموضوع غير قانوني وغير سياسي. بعد كده هو كان داخل يعمل تعديل للدستور فالغى الدستور وعمل دستور جديد، وده خلاف اصل مهمه تشكيل اللجنه، وبالتالي الامر غير قانوني وغير دستوري. هذا من ناحيه، من الناحيه الاخرى الشعب قاطع الدستور بنسبه كبيره جدا واستجاب للتحالف، هناك قطاعات كبيره واسعه في الشارع حسب استطلاعات مركز تكامل وغيرها من المراكز تدل على ان نسبه الاستجابه للتحالف اليوم في الشارع كبيره جدا بفضل الله، هناك نسبه كثيره كبيره من كانوا يزعمون او يعني يوافقون على خريطه الطريق المزعومه وخريطه السيسي او الانقلاب العسكري، هؤلاء تراجع كثير منهم عن خياره، بل نزل منهم في الميادين، احنا شايفين واحد من حركه تمرد قتل، وواحد من حركه تمرد في مكان ثاني اعتقل من القيادات الشبابيه، وهناك يعني حركه من الرده العكسيه في اتجاه صحيح نحو دعم الشرعيه. الاستفتاء لا يعني قاطعه الشعب المصري، الشباب بالاجماع قاطعوه، حتى من يدعمه الفريق السيسي قاطعوا الاستفتاء، لم ينزل الشباب في كافه ربوع مصر في وعي عظيم جدا ومفرح جدا من شباب مصر في هذا الجيل، وانا بقول طالما حصل انكسار لموجه الجيل القديم وبدا جيل جديد، الحمد لله نحن على الطريق الصحيح ايا كانت الخيارات السياسيه
لجميع المصريين. ايضا الاستفتاء هم كذبوا في النسبه لكي يداروا عوارهم. واما مساله نعم او لا فهي لا تعنيني، لان طالما الامر غير دستوري وغير قانوني فاحنا لا يعنينا نعم ولا لا، الموضوع كله باطل. الدستور 2012 هو الدستور المعمول به الممثل الشعب المصري في لجنته التاسيسيه وفي استفتائه القانوني. انا ايضا ارى ان المرحله القادمه هي مرحله استمرار الثوره وتصعيد الثوره، لان الثوره اكتسبت زخما كبيرا جدا بمقاطعه الشعب هذا الاستفتاء الباطل. الدستور المعمول به هو دستور 2012، الشعب في الميادين، الشعب يحتفظ بسلميته ويبهر العالم حقا رغم كل الضحايا والمآسي. لكن انا بقول حاجه برضو مهمه جدا بالنسبه لهذا الدستور، ان البنود التي يعني وضعت أولوية للمجلس العسكري وللجيش في الحياة السياسية المصرية دفعت الكثيرين جدا من أبناء الشعب المصري هذا الأمر خاصة إلى التراجع عن دعم خريطة الطريق ودعم الاستفتاء الباطل. شكرا جزيلا لك دكتور خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية، كنت معنا عبر الهاتف. أتحول إلى أستاذ دكتور مجدي قرقر القيادي في التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب. دكتور مجدي أهلا بك، ما هو تعليقك على إعلان النتيجة النهائية لاستفتاء على وثيقة دستور 2014 المعدلة لدستور 2012 والتي أعلنها المستشار نبيل صليب رئيس اللجنة العليا للانتخابات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أظن أنه ليس هناك جديد، فما أعلن كان متوقعا بل أقل مما توقعنا. أولا ما يهمنا في هذه القضية هي نسبة التصويت على الاستفتاء اللي هي 38.6% يعني 20 مليون زي ما النتيجه بتقول بالظبط. النتيجه ليست اعلى كثيرا من 2012، في حين ان اللي حضر بالفعل 15%. لما يعلن 38% هم كان بودهم ان توصل النتيجة الحضور 55% علشان يبقى الرقم اللي حضر قريب من الحشود اللي ادعوا انها نزلت في 30 يونيو اللي هي ما تقارب ال 30 مليون زي ما ادعوا. طب ال 30 مليون راحوا فين؟ منهم اطفال وغيره ممكن يبقى 27، اللي حضر اكيد ما هوش من المنظر ده. وهم كان كل همهم ان النتيجه تبقى اعلى من دستور 2012، وده نتيجه المقاطعه، ويبقى في نوع من التجاوب من الشعب المصري مع دعوه التحالف في مقاطعة هذا الاستفتاء المزور. أما اللي راح فاللي راح بالفعل هو من يؤيد الانقلاب، وبالتالي النتيجة ممكن كانت تبقى 100% مش 98% بس. ما فيش إلا 1.5% اللي راحوا قالوا لا، أو النتائج البصرية. 1.1%. نعم. طيب يعني ما يترتب على هذه النتيجة؟ يعني المفروض إن أصبح هناك دستور جديد. إحنا شو أستاذ الفضل أيمن، إحنا ما يترتب على احنا كنا مقاطعين هذا الاستفتاء، وبالتالي من يقاطع الاستفتاء لا ينتظر نتيجه الاستفتاء، لاننا قاطعناه من حيث المبدا، لاننا لا نعترف به، لانه بني على باطل، وبالتالي لا يهمنا النتائج المترتبه عليه سواء كانت سلبا او ايجابا، لاننا لا نعترف به من الاساس. دكتور مجدي، يعني هل في الكواليس أي محاولة للتفاوض من جديد أو فتح قنوات الاتصال بين السلطة الحالية والتحالف الوطني لدعم الشرعية؟ لا، أنا أظن أن سلطة الانقلاب أغلقت أبواب الحوار بهذه الممارسات الفجة وبإعلان جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب، والآن يحاولوا إعلان 6 إبريل على قائمة الإرهاب، وبالأمس فرضوا الحراسة أو يعني في طريقهم لفرض الحراسة على نقابة المهندسين. إذن بلدوزر الانقلاب يعني يهدم كل ما يقابله، وبالتالي كيف يكون هناك حوار في وسط حالات الهدم والاعتقال والتصفية؟ وما حدث بالأمس كانت جريمة بكل ما تعنيه الكلمة، خاصة في الألف مسكن وفي الفيوم. ليست في من قتل أو استشهد فقط، لكن من فقدت أعينهم
وهذه الجريمة ليست سلطة الانقلاب التي تشارك فيها فقط، بل تشارك فيها الولايات المتحدة الأمريكية التي تبعث بالذخيرة لسلطة الانقلاب، وأيضا بريطانيا وإن كانت لم تعلن كما طيب. أعلنت الولايات المتحدة. دكتور قرقر، يعني أنت أشرت في سياق حديثك أن يعني طبقا للتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب وهذه التظاهرات في الشارع لن يغير هذا الدستور أو إعلان نتيجته أو هذا الاستفتاء من شيء في المعادلة، ستظل التظاهرات تعمل. وأيضا الدكتور خالد سعيد قال أنه يعني استراتيجيتنا هي أن هذا الدستور بني على باطل فلا نعترف به من الأساس، وأنه المظاهرات والتحدي يعني خارطة الطريق ومواجهتها ما زال مستمرا. لكن المعادلة على المستوى الدولي، يعني هناك من تحدث أنه لا، بعد إقرار الدستور سيكون هناك تغيير، رئيس مجلس الوزراء اتكلم في كده، قال سيكون هناك تغيير في موقف الاتحاد الأفريقي، في موقف الاتحاد الأوروبي، في موقف أمريكا بعد قرارات الكونغرس أو مشروع الكونغرس اللي اتكلم في إعادة المعونة الأمريكية مرة أخرى. هل ترى أن المعادلة فعلا ممكن تتغير؟ هل من الممكن أن الانقلاب يحصل على مزيد أو يحصل على شكل مختلف من التأييد بعد هذه هذا التقنين للدستور والاستفتاء؟ أنا أظن أن نحن لو تخيلنا ذلك نكون مخطئين في تقديراتنا، لأن أولا يعني ماذا يدير الشاه بعد سلخها بعد ذبحها؟ يعني الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي داعمين للانقلاب، إذا ما الذي سيجد إذا كانوا داعمين؟ تقصد أن هذا ليس جديد ولم يكن يعني في حساباتكم من الأساس؟ هذا لم يكن في حساباتنا بالقطع، لأنهم داعمين للانقلاب ونحن نتعامل معهم على أنهم داعمين بالانقلاب، والاتحاد الأوروبي لا يوجد اتصال معه منذ زمن، يعني أكثر من شهرين لما كان بيقابل لجنة التحالف المسؤولة عن. لكن معذرة يا دكتور، يعني ما زال الاعتراف من قبل هذه الدول ومعظم دول العالم اعترافا، يعني اللي منهم بيأيد بهذه الطريقة التي تحدثت عنها سواء أمريكا أو بريطانيا أو الاتحاد الأوروبي أو غيره، ما زال يفعل ذلك على استحياء ودون تصريح علني، ويفعل ذلك ضمنيا، وربما يكون هناك يعني تباين في الرأي السياسي ورد الفعل في الدولة الواحدة باستثناء خمس أو أربع دول كلنا عارفينهم. لكن هل من الممكن أن التصريح الضمني ده يتحول إلى تصريح واعتراف علني صريح أن ما يحدث في مصر هو مسار ديمقراطي حقيقي بدأت أولى خطواته الحقيقية بإعلان نتيجة هذا الاستفتاء؟ أنا أظن أن من الصباح الباكر سنجد هذه الدول تعلن تأييدها ودعمها لهذه الصورة، ويبقى احنا مخطئين لو ركزنا على هذا. احنا علينا أن احنا نركز على الدول الإفريقية وعلى الدول العربية الأخرى باستثناء الخليج، ودول الحقيقة هم دول المفروض ان هم يفهموا الحقائق بشكل رئيسي، وكما يقولون ما حق جلده كما تصفق. على اي حال لن نستبق الاحداث، التحالف الاسبوع القادم ان شاء الله او يعني هذا الاسبوع يحاول ان يضع رؤيه مستقبليه في ضوء الرؤيه الاستراتيجيه التي اصدرها منذ شهرين للفترة القادمة، حتى لا يكون هذا الرأي رأي شخصي وليس رأيا معبرا عن التحالف. أتوقع أن التحالف مع نهاية هذا الأسبوع إن شاء الله يكون له رؤية مستقبلية في التعامل مع هذا المتغير، لكنه هو مجرد نقطة على المنحنى وليست نقطة حاسمة. بالعكس احنا استفدنا منها وتأكدنا أن في 85% من الشعب يرفض سلطة الانقلاب، والأهم من 85 أن 50% منهم من الشباب، وهذا ما يقلق مضاجع الانقلابيين. شكرا جزيلا لك الأستاذ دكتور مجدي قرقر القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، كنت معنا عبر الهاتف. الآن ينضم إلي في الاستوديو الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية. دكتور مهران أهلا بك. أهلا بك أستاذ أيمن. يعني تعليق عام على هذا المؤتمر، أعتقد سمعت لأن طبعا. بعض ضيوفي في الحقيقة ما كانوش سامعينه ومتابعينه، كانوا خارج المنازل. سمعت يعني. واتفرجت على الفصل الثاني من مسرحية الطريق إلى رئاسة الجمهورية، هذه المسرحية اللي كان
الفصل الأول فيها هو السعي وراء حصول على التصفيق والتأييد من أجل الانقلاب على الشرعية وقتل المصريين، ثم للمرة الثانية التأييد والتصفيق والرقص من أجل تمرير هذه المسودة المعيبة وهذا الدستور الذي يعني ربما محكمة العدل الدولية وبعض منظمات الحقوقية قالت عنه أنه مسودة معيبة وإنها بتنتهك الحقوق والحريات وإنها بتخالف المواثيق الدولية. فاضل الفصل الثالث من المسرحية، احنا مستنيين نتفرج على الفصل الثالث اللي برضه هيبقى تأييد وتصفيق للسيسي في الانتخابات الرئاسية في طريقه لرئاسة الجمهورية. زي ما انت عارف اللي بيحصل ده بالظبط كده بيفكرني بفيلم الزوجة الثانية، الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا وكله في ايدينا، وهيطلع اللي يطبل ويقول واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. مسألة مسبوكة، مسألة مسبوكة، بس للأسف مش عارفين يعدوها. هو الفصل الثاني ده أكثر من مشهد ولا مشهد واحد؟ الفصل الثالث ده تتكلم في الفصل الثاني ده المشهد قبل الأخير. طيب كويس، خلينا نتكلم في المشاهد الخاصة بهذه الفصول، ولكن بعد هذه المداخلة مع الأستاذ دكتور يسري حماد نائب رئيس حزب الوطن. دكتور يسري أهلا بك، يعني ما تعليقك بشكل عام على إعلان النتيجة النهائية لاستفتاء 2014؟ والله بالرغم من الفرح الشديد اللي انا شفته في عيونهم وهم بيذيعوا النتيجه، لكن طبعا هي المفروض ان هي تذاع بصوره يعني ان هي تعترف بالفشل بعد تجييش جيوش كبيره من الفضائيات والاعلاميين لحشد الشعب المصري علشان ينزل يصوت مش على دستور بل هو تعديلات الدستور، يعني تعديلات بناء على ان كان في دستور وقالوا ان الدستور غير توافقي لان عدد اللي شاركوا فيه كان حوالي تقريبا 40%، فقالوا نعمل دستور وتعديلات دستوريه جديده. كان مفروض بقى ان هي التعديلات الدستوريه تكون يعني مزيد من التوافقيه، مزيد من تجييش الشعب المصري كله على اساس يبقى يوم احتفالي كرنفالي لدستور جديد يعني يتناسب مع شعب مصر وثوره شعب مصر، وفي نفس الوقت يكون فعلا توافقي لطموح جميع فئات وابناء الشعب المصري. هو الغريب كده يا فندم، يعني ربما تقصد حضرتك ان اجمالي المصوتين 20 مليون في حين ان هم قالوا ان اللي نزل في 30 يونيو وفي التفويض كانوا 33 مليون، يعني هم كده قالوا حتى 13 مليون بحساباتهم التي عرضوها. حضرتك هم بيدوروا على شعب واحد اللي هم وصفوه احنا شعب وانتم شعب، للاسف هو مزيد من تقسيم الشعب المصري وعدم الاعتراف بعدم مشاركه الشعب وعدم مشاركه الشباب. أنا وصلني خبر غريب اليوم صباحا من أمين حزب الوطن في شمال سيناء إن من اللي شاركوا في الاستفتاء بنات قصر دون سن 16 سنة شاركوا في الاستفتاء في شمال سيناء ودخلوا وعملوا استمارات. أنا مش عارف الحقيقة تمت إزاي، أنا بس يعني بضعها بين أيدي المسؤولين على أساس يحققوا فيها إن كان الكلام ده صحيح، ولو إن اللي نقله أمين حزب الوطن في شمال سيناء وهو شاهد عيان على هذه المسألة. على العموم لم يشارك الشباب، لم يشارك الا الجيل القديم اللي هو وضع مصر في هذا المأزق، لم يشارك الرجال، معظم من شارك من النساء، العدد ضعيف جدا، ما حطوش في اعتبارهم ان نسبه المقاطعه تساوي لا، معنى كده ان هم امام شعب قاطع هذا الاستفتاء ولا يرضى عن نتيجته. وعلى العموم دساتير كثيره سقطت في الماضي ودساتير كثيره هتسقط، وهذا دستور لا يصلح لأن يمثل أو يكون صوت للشعب المصري اللي قام بثوره علشان الحرية والعدالة والمساواة. طيب لكن أنا دايما أميل إلى هذا السؤال الواقعي واللي بيفرضه أمر الواقع، يعني أصبح واقعا الآن هذا الدستور، ويعني خلاص مضى عهد الطعن والقدح في هذا الدستور بعد إعلان النتيجة، كما تحدث في ذلك أعضاء اللجنة العليا للانتخابات أنه بمجرد إقرار هذا الدستور فلا قيمة، على حسب البيان بالضبط أو حسب التصريح لا قيمة لأي طعن يقدم في النتيجة ولا يقدح في الدستور، أصبح هناك دستور لمصر جديد في 2014، كيف سيؤثر ذلك على المعادلة في مصر؟ يعني أستاذ أيمن أنا أختلف مع حضرتك في الطرح اللي أنت طرحته دلوقتي. هذا الدستور لم يكن لمخاطبة الشعب المصري ولا علشان يكتسبوا شرعية الشعب المصري، لأن هم حاسين حسب التصريحات اللي بتطلع في وسائل الاعلام ان الشعب المصري هو من استدعى الانقلاب، الشعب المصري هو من استدعى العسكر ليعودوا الى صداره المشهد مره ثانيه، والشعب المصري هو من استدعى سلول الحزب الوطني للعوده للحياه السياسيه مره اخرى. هذا الاستفتاء كان لمخاطبه العالم الخارجي.
يعني انا لا اخفيك سرا ان انا احدى وكالات الانباء العالميه اتصلت بي وقالت لي ان احنا شاهدنا يعني شبه احجام في القرى والنجوع في جميع اماكن مصر في الاقبال على الاستفتاء. عناوين الصحف ووكالات الانباء العالميه اللي طالعه كلها بتقول ان ما كانش في اقبال على هذا الدستور، فالخطاب لمخاطبه الخارج وان في يعني شرعيه جديده وان في دستور جديد، هذا الخطاب بقى بالفشل وهو كان الهدف من هذا الدستور، ليس الهدف يعني مخاطبه الداخل، والا كان ممكن ان هو بمجرد يقوم بانقلاب على الحكومه المنتخبه. لكن معذره دكتور حماد، مؤشرات الخارج لا تؤخذ من وسائل الاعلام المستقله اللي تحدثت في ان هذا دستور الدم وانه تصويت للجنرال وان هو يعني اذا كنت يا اوباما ستدعم هذه الدوله الاستبداديه فعليك ان تقدم مبررات، كل هذه اقوال صحف، لكن في النهاية الكونغرس الأمريكي مثلا يعني تغير موقفه من ناحية المعونة الأمريكية مرة أخرى، وبيقول أن بهذا الاستفتاء هيكون ده بداية الحقيقية للمسار الديمقراطي فيما يشبه تغيرا. احنا عايزين نركز على الموقف الدبلوماسي. احنا مش عايزين نتكلم عن الدول اللي هي كانت جزء أصيل من الانقلاب العسكري، يعني الولايات المتحدة أو بالأصح حكومة الولايات المتحدة على رأسها الرئيس أوباما، هم جزء أصيل من التمهيد للانقلاب وإدارة الانقلاب، هم ودولة الكيان الصهيوني، فدول اصلا لا يؤخذ عليهم، انا بتكلم على دول العالم الحر ومؤسسات العالم الحر اللي هي اصلا نظرت من البداية ان انقلاب عسكري وكان عندها الشجاعة الأدبية والأخلاقية من البداية تقول ان ده انقلاب عسكري صريح. فكل انقلاب عسكري في العالم وكلهم فشلوا في آخر 15 سنة ولله الحمد، كلهم كانوا بيبحثوا عن شرعية بمختلف الوسائل وآخرهم حكومة باكستان وبراويز مشرف اللي الآن تحت المحاكمة على تهمة ارتكبها من أكثر من 10 سنين. فأنا أقول حتى لو اكتسبوا شرعية الدستور وهم أصلا ما كانوش محتاجينه إلا فقط علشان يدخلوا شرعية على نظام ساقط، أنا بقول إن هذا عاجلا أو آجلا ضد متطلبات الشعب المصري. وأصدق حاجة أنا قريتها إن أي حاكم حقيقي في المستقبل لمصر علشان ينجح لابد يلبي رغبات الشعب المصري في حياه كريمه. طيب يا دكتور، بالنسبه للتداعيات لاعلان النتيجه بهذه الصيغه ايا كان بقى في اختلاف عليها او اتفاق عليها، لكنها بالتاكيد سيكون لها مؤثرات في يعني على ارض الواقع او في السياسه بالنسبه للدوله. حتى المستشار صليب نبيل صليب تحدث في ان آن الاوان ان نفكر في الخطوات اللاحقه، وهي وقدم الانتخابات الرئاسيه على البرلمانيه في كلامه. ماذا تتوقع من سيناريوهات بناء على هذه النتيجة؟ هو بس بالنسبة للانتخابات الرئاسية أنا أقول إن كان في اجتماع حصل وكان حاضر في حزب الوفد هو الذي قام بإرسال إيميلات بناء على الاجتماع اللي حصل مع المستشار عدلي منصور إن هم أقنعوه بشدة لابد من إجراء انتخابات رئاسية قبل البرلمانية على أساس ياخدوا شرعية، وحسب زعمهم ينتهوا من عهد رئاسة الدكتور محمد مرسي، فده مبيت بليل أصلاً. فده مش كلام جديد ان هم يعملوا الرئاسيه قبل البرلمانيه. برضه رئيس هيكون غير معترف به مثل الرئيس الموجود الحالي، نظام غير معترف به. الشعب المصري ليس هو شعب الستينات، شباب المصريين ليس هو الان الشباب الذي كان في الستينات يسمع من مصدر واحد، يقرا جريده واحده، يسمع لقناه فضائيه واحده. الشعب المصري له طموح يناطح السحاب ولن يستطيع احد ان يقوم بخداعه بعد ذلك. شكرا جزيلا الأستاذ دكتور يسري حماد نائب رئيس حزب الوطن، كنت معنا عبر الهاتف. أعود لضيفي في الاستوديو الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية. دكتور مهران، كمل لك المشاهد أستاذ أيمن. احنا كنا بنتكلم، أنا عايز أفكر بس المشاهدين كنا بنتكلم، بتقول ده الفصل الثاني، إعلان نتيجة الفصل الثاني من المسرحية، مسرحية الطريق إلى رئاسة الجمهورية. الفصل الأول تكلمنا عنه وده كان موجود في الأحداث اللي حصلت في قبل 30 يونيو وما بعد 30 يونيو حتى إصدار الإعلان الدستوري اللي عين فيه ونصب فيه رئيس المحكمة الدستورية رئيسا للبلاد. ثم بدأ الفصل الثاني ليأتي أول مشهد في الفصل الثاني معارض لآخر مشهد في الفصل الأول. إزاي؟ هو في الفصل الأول في آخر مشهد أصدر إعلان دستوري يعين رئيس المحكمة الدستورية رئيسا للجمهورية، ثم جه في بداية الفصل الثاني وقال ويصدر رئيس المحكمة الدستورية إعلانات دستورية بصفته إيه؟
ما هو ما بقاش رئيس ما بقاش رئيس محكمة دستورية، فقد صفته كرئيس للمحكمة الدستورية وأصبح رئيس للجمهورية، فإصداره لإعلانات دستورية أو قرارات يأتي مشوب بعيب عدم الاختصاص الجسيم، يعني قراره بتشكيل لجنة الخمسين منعدم، مش اختصاصك. كان المفترض ان مش رئيس الجمهوريه ممكن يطلع اعلان دستوري زي رئيس الجمهوريه هو اللي يصدر اعلان دستوري. اه طيب، مش رئيس المحكمه الدستوريه، هو فقط صفته كرئيس للمحكمه الدستوريه بمجرد اعلانه رئيس للجمهوريه، لانه لا يجوز له ان يجمع بين السلطه التنفيذيه والسلطه القضائيه. ادي واحد وعديناها. جه في القرار الثاني او المشهد الثاني من الفصل الثاني وعمل قرار بتعيين لجنه الخمسين. لجنه الخمسين اللي جت مختلفه وغير متطابقة مع كل المعايير الدولية والمواثيق الدولية وما تعرفت عليه النظم الديمقراطية والدستورية، وإحنا عندنا قاعدة فقهية بتقول أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، كان لازم الشروط تكون متوافرة، ألا وهي التوازن التنوع الكفاءة، وعدناها. ثم جه الفصل الثالث في المسرحية، وهي أن يخرج علينا مسودة الدستور ويقال أن هذا الدستور توافقي تجمعت عليه وتألفت عليه كل الجماعة الوطنية في مصر، وأن ده اللي هيحقق أمال وطموحات المصريين ولازم الناس تنزل وتستفتى عليه. ثم يجي المشهد اللي بعد كده وهو الدعوة للاستفتاء والسماح لفصيل معين أو لجانب معين من الشعب بأنه يعلن ويدعو ويوجه الناخبين والمواطنين للتصويت بنعم، وقمع وإرهاب وتخويف وقتل واعتقالات لكل من يطالب بمقاطعة الدستور أو يطالب بالتصويت لله، وعدناها. ثم يجي المشهد اللي بعد كده، مشهد غريب برضو، وده من الكوميديا، من كوميديا هذه المسرحية، أن يخرج المجلس القومي لحقوق الإنسان ويقول أن هذا الاستفتاء شابه الكثير من العيوب وشابه كثير من الإجراءات المعيبة والمخالفة والانتهاكات والخروقات. يا سلام، طب وبعدين؟ بس لا ترقى إلى أن تكون سبباً لبطلان عملية الاستفتاء، عشان يوريك قد إيه النزاهة والحيادية اللي كانت موجودة في عملية الاستفتاء. ثم يأتي الفصل اللاحق أو المشهد التالي اللي بعد كده اللي يطلع فيه إعلان النتيجة بالصورة دي. هم بيضحكوا علينا ولا بيضحكوا على نفسهم؟ طب تيجي نحسبها بالعقل. آه نحسبها بالمنطق بالعقل. طيب إحنا عندنا هيئة الإحصاء في مصر بتقول إن عدد الشباب في مصر 60%، وعندنا كل التقارير بتقول وكلامهم هم واخرهم خالد يوسف هو بيقول عزوف الشباب عن النزول للاستفتاء، يعني الشباب ما نزلوش اللي هم 60% من اللي لهم حق التصويت. المستشار صليب ايضا اشار الى ذلك ضمن لما قال ان وعلل ذلك وبرره بعدم بوجود الامتحانات في هذه التوقيت. 55% من اللي لهم حق التصويت من الشباب، فادي 55% بره، اتبقى 45%. ال 45% هل اللي ما نزلش منه هل كلهم نزلوا؟ طب انت بتقول نزل منهم 38.1% او 9% ده معناه ان الاخوان والسلفيين والتحالف الوطني لدعم الشرعيه وكل الناس نزلت بقى. ده معناه ان ال 45% الباقيين نزلوا، سواء حزب مصر القويه وحركه 6 مصر ابريل القويه و6 ابريل ده كده الشارع المصري كله نزل، واهالي الشهداء يمكن واهالي ده الشهداء نفسهم صوتوا، ارواحهم موجوده معانا وبيصوتوا واحنا نيابه عنهم صوتنا بنعم. طب ده بلاش ده، تعالى نرجع. هم مش قالوا ان 35 مليون نزلوا في ثوره يونيو؟ اه في ناس قالت 44. طب دلوقتي النتيجه دي 20 مليون، يعني في 15 مليون ضاعوا، 15 مليون دول اكتر من اللي صوتوا للدكتور محمد مرسي رئيس للجمهوريه بقى في الاعاده كمان. طب راحوا فين؟ يعني حتى هذه النتيجه تعتبر يعني خساره خرافة بالنسبه لهم. خزعبلات. هل هي خرافه ام خساره؟ لان انت بتقول لي ازاي؟ اولا خزعبلات لانها لا ترقى ابدا انها توصل 20 مليون، انها توصل ولا اقدر. ولو قرنتها ب 30 يونيو ولو قرنتها ب 30 يونيو يبقى هو خسر شعبيه، خسر نعم. 13 مليون او 15 مليون. نعم. وغير منطقيه وغير معقوله، لانها بتكشف حقيقة الكذب والافتئات على حقوق الناس وتزوير إرادة الناس. مين في مصر هيصدق ده؟ ده هم نفسهم اللي كانوا بيدعوا بيروجوا للنزول والتصويت بنعم، بيقولوا ما حدش نزل والشباب ما راحش، وإن كان الموضوع قاصر على الشباب بتوع جيل 19. الشباب بتوع مواليد 19 ومواليد الانقلاب العسكري في 52 هم دول بس اللي حضروا. طب والشباب اللي موجودين دلوقتي اللي شاركوا في ثورة يناير؟ للأسف ما شاركوش. فواضح جدا ان الفصل الثاني قرب ينتهي نهايه الطبيعيه جدا بعد التخطيط اللي هم بيعملوه، لان المقدمات تبرر النتائج. الا وهي ايه؟ ان كل منظمات المجتمع المدني والاعلام المصري هيفرح
ويزيد توزيع الحلوى والشوكولاته والاحتفالات. هتبقى في احتفالات انا باكد لك خلال الايام الجايه هتقام في مصر في فنادق كبرى وفي داخل احزاب احتفالات. طب فنادق وداخل احزاب ولا الشارع؟ وفي الشارع، لكن في احزاب وفنادق كبرى ستعقد فيها مؤتمرات للاحتفال بنتيجه الاستفتاء على الدستور التي كانت. نعم. طيب هذا الاحتفال هل سيكون يعني له هوامش؟ هل ممكن يعني ان يتم استغلاله في مشاهد المسرحيه القادمه؟ طبعا ده هيتم استغلاله في مع بدايه الفصل الثالث. ازاي بقى؟ ما هو اول فصل اول مشهد في الفصل الثالث هي ان الناس بقى تطالب بشكل رسمي. ما هم بداوا بشويه مقدمات كده يقول لك احنا جمعنا 7 مليون صوت مؤيد ان السيسي يبقى رئيس للجمهوريه، ويطلع حمدي بخيت يعمل مؤتمر ويقول بامر الشعب انت لازم تبقى رئيس الجمهوريه. في تفويض من 30 مليون سيذهب الى وزاره الدفاع يوم 25 طبعا يناير. واكتر كمان من 30 مليون احنا ممكن نبعت لهم اصواتنا كمان عشان يزود العدد، هيبعتوا طبعا الكلام. طب ده 30 مليون دول اذا كان اللي نزلوا الاستفتاء وكان الصحف العالميه او بعض من اشاروا او يعني كانوا يستبقون الوصف في هذا المشهد الاستفتائي كانوا بيقولوا ان على الاقل من فوض السيسي ونزل في 30 يونيو كان هو من سيذهب الاستفتاء طبعا. ازاي هيكون في تفويض من 30 مليون موافقين في حين اللي نزل 20 مليون بس باعترافه؟ ال 10 مليون راحوا فين؟ هو اصلا ما كانش فيه 30 مليون ولا في ناس موافقه ان السيسي يكون رئيس لكن ما راحش استفتى يعني. كل الناس وانا حسب معلوماتي يعني حسب ما وصلني وحسب ما انا اعرفه ان حوالي 80% من اللي لزنوا 30 وايدوا خارطه الطريق زي ما بيسموها خارطه طريق المستقبل وايدوا الانقلاب العسكري معترضين ورافضين ان السيسي يبقى رئيس الجمهوريه وشايفين ان هو له في مكانه ده ووضعه ده افضل ليه بكتير من انه. طيب ما هو قالوا ان الاستفتاء ده ونسبه الحضور فيه ستعبر عن شعبيه السيسي. طبعا ما هو ده. طيب شعبيه السيسي كانت 33 مليون في 30 يونيو. تمام. على حسب كلامهم. ال 20 مليون. على حسب كلامهم برضه. 33 دي بتاعتهم وال 20 دي بتاعتهم. طبعا ما هو كلامهم هم. يعني حتى بكلامهم هو خسر كده 13 مليون. يعني يبقى اذا هل من الممكن ان هم يعني نسبة ترشيح السيسي للرئاسة ممكن تتراجع؟ هل من الممكن أن يكون ذلك مؤثرا في يا أستاذ أيمن حتى لو نسبة ترشيحه أو تأييده للترشح تراجعت هذا لن يغير شيء. ده مش هيغير حاجة. السيناريو مكتوب. طب إيه اللي جاي؟ وكل اللي بيحصل إن في أشخاص بتطلع تمثل وتأدي دورها على المسرح. طب إيه اللي تتوقعه على أرض الواقع؟ إيه اللي هيحصل برغم ده كله؟ الاحتفال ثم يعقبه المشهد الأول في الفصل الثالث بأن يطلع الناس في مؤتمرات تطالب وتؤيد بأن السيسي رشح نفسه رئيس للجمهورية، ثم تبدأ الحملة الإعلامية لتعظيم الدكتاتور والكلام عن مميزاته وعن تاريخه الكبير وعن دوره الوطني في الحركة الوطنية وعن دوره في أن هو ينقذ مصر من الاحتلال الإخواني ومن احتلال التيار الإسلامي وأن هو المنقذ الإلهي الذي نزل إلينا من السماء، وفضل أن هو يطلع علينا في مؤتمر صحفي ويقول على أرضها عشت ومن أجلها حاربت وعلى أرضها أموت، والناس تسقف وتعيط وتقول اعتبر أبوك يا أخي، ونلاقي نفسنا فجأة إن السيسي بقى رئيس للجمهورية. مش مهم إزاي، المهم إن ده هيحصل. ما احنا متفقين، الورق ورقهم والدفاتر دفاترهم. طيب المستشار نبيل صليف في الحقيقة استدعى التاريخ. هو كان فيه بس يعني بعض الأسماء قالها غلط وبعض يعني بعض المواقع التاريخية الشهيرة جدا وبعض الأسماء التاريخية الشهيرة في الحقيقة، ربما لمهابة الموقف طبعا وإعلان هذه النتائج في هذا التوقيت بيكون له أثر. يعني الإنسان من ممكن أن يكون طبعا أثر نفسي. طيب لكن وحاسس أنه بيقول كلام مش حقيقي كمان فالكذب بيبقى مكشوف. طيب لكن هو في الحقيقة استدعاء هذه المشاهد التاريخية، هل في روابط بينها؟ لما أتكلم عن سيف الدين قطز، لما اتكلم عن بعض يعني اتكلم عن مثلا سقوط الاندلس وقال ان احنا مش الاخوان هم السبب في سقوط الاندلس. كان لازم يتكلم عن الموضوع ده. ما اعرفش، انا بسالك. هو قال حتى ايه يعني ابكي كالنساء ملكا لم تحفظه كالرجال واستدعى هذه المقوله. اتكلم عن حفر قناه السويس وان المصريين هم اللي حفروها وان المصريين هم اللي ضحوا بالاف المصريين والشهداء من اجل الدفاع عن الكنيسه. ما قالهاش، ما موجوده في الدباج بتاعت الدستور. ما قالش ان المصريين دفعوا وقدموا الاف الشهداء في انقاذ الكنيسه والسيده العذراء. ما قالش ان مصر وطن يعيش فينا ونعيش فيه.
ما هي موجوده في دباكه الدستور، كان لازم يقول الحته دي. هو فعلا هو يعني لا هو اتكلم عن الوحده الوطنيه بشكل يكتبوها. لا لا اتكلم اكتر من مره عن الوحده الوطنيه على فكره، واتكلم ان دي يعني مصر المذكوره في القران والانجيل والتوراه، وكلم ان يعني مصر التي مرت بها الارض العائله المقدسه، واشار اكثر من مره فيما يوحي الى انه زمن الوحده الوطنيه قادم، مشهد الوحده الوطنيه الحقيقي قادم. دي الشعارات الزائفه اللي بيتم ترويجها للضحك على عقول الناس وسحرهم بان الوحده الوطنيه واصطفاف الجماعه الوطنيه والعوده مره اخرى الى الطريق الديمقراطيه واحترام الصناديق وان احنا المشاركه المجتمعيه ودول. لكن انت عارف للأسف كانوا حريصين طول الوقت إن هم يكشفوا نفسهم بنفسهم. الفصل الأول والثاني من المسرحية إلى الآن الشباب ما كانش ليهم أي دور، سقط الشباب من السيناريو، ما بيكتبوش الشباب خالص، بيجيبوهم كومبارس، يجيبوا حبة كده يقعدوا مع العدلي منصور في مؤتمر إن هو بيدعو الشباب للحوار، كومبارس صور بس، كومبارس غير ناطق. يجيبوا شويه يقعدوا في مؤتمر وهم طيب بيعلنوا في خريطه الطريق التي اعلنها السيسي في 3 يوليو تمكين الشباب عادين. تمكين الشباب وده كلام على الورق. طب دلوقتي الشباب، طب لا هو مش على الورق، هو مش بايده، هو الشباب يعني انا ده اللي بسالك عليه، الشباب اساسا هم اللي اعرضوا، هم اللي يعني لا يشاركون الان. اني شباب طب ما كان في شباب مؤيدين بتوع حركه التمرد مكانهم فين؟ طب الشباب اللي كانوا معارضين وشايفين ان ده انقلاب عسكري وشايفين ان ده ضد اراده الشعب وشايفين ده التفاف على الشرعيه، قلنا ماشي رافضين، انما بتوع حركه التمرد لماذا لم يتم تمكينهم حتى الان؟ يا استاذ ايمن هم في طريقهم اللي رسموه يسعوا بكل الطرق الى تحقيق النتائج التي خططوا اليها ورسموها منذ تولي الدكتور محمد مرسي رئاسه الجمهوريه، وهو الانقلاب على الشرعيه، وهو الإطاحة بالتيار الإسلامي السياسي وخروجه خارج المشهد السياسي، وهو عودة المعتقلات وعودة دولة مبارك وعودة القمع والذل والاعتقالات. طيب أنا معايا المحامية بالنقد الأستاذة هدى عبد المنعم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا. أستاذة هدى أهلا بيكي، في تعليق عام يعني على الشكل القانوني والإجرائي وأيضا الأثر القانوني لإعلان النتيجة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن لا نعترف مبدئيا بدستور جاء على دماء الشهداء، على جاء بالدبابات من حكومة انقلاب، جاء من لجنة باطلة. هذا الدستور باطل، إن آجلا أو عاجلا ستسقط حكومة الانقلاب التي جاءت على الدبابات وسيسقط هذا الدستور. دستور أتى بناس راحت تقول نعم بس، راحت بالعصا والدبابة كلهم من الفلول والانقلابيون من فصيل واحد، لا يعبر عن اي نقطه ضوء ديمقراطيه. دستوره باطل من اوله لاخره، لا يعترف به الاحرار في مصر، لا يعترف به الشعب المصري الحر. نرى في جميع المحافظات والاقاليم والميادين كل الشعب المصري يشارك في مظاهرات ضد هذا الدستور الباطل. يقولون كذبا ان كل هؤلاء من الاخوان. نحن نعلن جميعا كل الحقوقيين في مصر وفي العالم ان هذا الدستور الباطل لن يعترف به المصريين الاحرار. معذره يا استاذه هدى، يعني هو موضوع اعتراف او عدم اعتراف كل الحقوقيين في مصر، هذا ربما يعتبره البعض يعني شيء من المبالغه، لان كان هناك منظمات حقوقيه مصريه مشرفه على هذا الاستفتاء وقالت أنه حتى الطعون التي قدمت فيه والتجاوزات والانتهاكات لم ترقى إلى حد الطعن في مشروعيته ومصداقيته كما أشار إلى ذلك المستشار صليب. تمام سيدي، جمعيات حقوق الإنسان التي اعترفت بالانقلاب هي نفسها التي أشرفت على مراقبة الاستفتاء على الدستور، كلها من فصيل واحد الانقلابي. لكن الحقوقيين الأحرار سواء في محلي او عالمي لم يعترفوا بالدستور او بالاستفتاء. تمام؟ خليني اقول لحضرتك ان اول حتى اعلان بيعلن رئيس اللجنه ان الشباب لم ياتي لدخوله الامتحانات، هذا الشباب كان في الشوارع يرفع لافتات لا للاستفتاء الباطل، وقتل واصيب وراينا جميعا في الشاشات كيف تعاملت حكومه الانقلاب مع هذا الشباب، لم يقم في الامتحانات ولكن كان يقول لا لدستور باطل. وبالتالي أنا بحيي الشعب المصري على مقاطعته لهذا الاستفتاء،
وعدم الاعتراف بالدستور الباطل، ونتيجته معروفه من قبل ما هم يعلنوا. احنا عارفين النتيجه هتطلع كام وازاي، والطرق دي كلها معروفه وواضحه ومعلنه. النهارده اي حد بيشارك في اي حاجه في مصر لازم يكون من فصيل واحد. نحن كنا في مجلس القومي لحقوق الانسان برئاسه المستشار المحترم حسام الغرياني 25 عضو من 17 فصيل. النهارده 25 عضو من فصيل واحد كلهم انقلابيون، ما فيش واحد فيهم اتقل له وقال حرام اللي بيحصل ده من القتل. ما فيش لجنة تقصي حقائق واحدة راحت قالت اللي بيحصل في شباب مصر وفي شعب مصر ده حرام، القتل والدم والسفك والاعتقال وانتهاك الحرمات، ضرب البنات واعتقال النساء، كل هذا لم نرى لجنة حقوقية واحدة أو منظمة حقوقية واحدة من التي تتحدث عنهم حضرتك تقول أن هذا حرام أو في خطأ أو في مخالفة حتى لحقوق الإنسان. طيب أستاذة هدى، لكن الأثر القانوني لإعلان هذا الدستور وإقراره بالشكل القانوني والدستوري كما قال المستشار صليب، ليس المهم في الدستور ألفاظه ولا معنيه، بل الأهم مصداقيته وإنزاله لأرض الواقع. إذن سينبني عليه أثر قانوني بالنسبة لخارطة الطريق وبالنسبة لاستراتيجيات الانقلاب. الأثر القانوني أن كل ما ترتب على الانقلاب فهو باطل، سواء حكومة أو قوانين أو دستور أو استفتاء. أيوة، ما هو باطل بالنسبة لمين؟ كل هذا سيسقط بإسقاط الانقلاب. الانقلاب ده هيسقط إن أجلا أو عاجلا. ما فيش انقلاب في العالم استمر، بص في العالم حوالينا كله ما فيش انقلاب مهما طالت مدته استمر. الشعوب الحرة لابد بتدافع عن حريتها وعن بلدها. فالأثر القانوني يترتب لن يترتب إلا وسيزول مع زوال الانقلاب إن شاء الله. هتزول الحكومة والدستور وكل حاجة إن شاء الله هتزول، وسيعود الشعب المصري حر، سيعود المسار الديمقراطي، ستعود الانتخابات الديمقراطية التي شاركنا فيها جميعا. لن يمسك أحد عصا أو دبابة أو قتل أحد ليقول رأي موافق لرأيه. نعم، أشكرك شكرا جزيلا المحامية بالنقد الأستاذة هدى عبد المنعم، عضو مجلس حقوق المجلس القومي لحقوق الإنسان، سابقا كانت معنا عبر الهاتف. دكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، وما زلت معي الآن في الاستوديو. دكتور مهران، يعني كان في دستور، كان في استحقاقات سابقة كانت يشهد لها الجميع بل العالم، يعني معظم المنظمات الحقوقية كارنيجي وكارتر، نعم، كل دول كانوا مشاركين قبل كده، وأشاد العالم كله يعني لم يذكر طعنا بالفعل في ويقدح في هذه الاستحقاقات الانتخابية. ثم جاءت بعد ذلك الحشود وقالوا لا، إذا خرجت الحشود فيلغى تلغى الاستحقاقات وتلغى نتيجتها ويتوقف القانون عن التأثير. الآن هم يعودون إلى أن القانون هو صاحب الحق الأوحد في المسار الديمقراطي الصحيح. ماذا يريدون إذن؟ وهل هناك من تناقض في هذا الموقف؟ بص، هو الموضوع بالضبط كده زي الجدل اللي كان سائر في وقت من الأوقات في مصر، هو لمين الشرعية؟ هي شرعية الميدان ولا شرعية البرلمان؟ فاكر الفترة ده دي؟ صحيح صحيح. وكان البعض ينادي بشرعية البرلمان والبعض ينادي بشرعية الميدان. ثم نرجع نقول، هو احنا ماشيين بشرعية ثورية ولا شرعية دستورية؟ هو ده الغادل، هو ده أصل الفكرة. شوية الشرعية الثورية هي التي يجب أن تسود، وطالما أن الناس خرجت في الشارع وطلبت بسقوط هذا النظام يبقى لازم الشرعية الثورية هي اللي تتنفذ وتتطبق، والنظام القانوني الذي جاء وفق نظم ديمقراطية وآليات ديمقراطية والذي جاء ببرلمان وبرئيس جمهورية وبدستور واستحقاقات انتخابية متعددة لبناء مؤسسة الدولة مرة أخرى يزول احتراما للشرعية الثورية. ثم إذا ما انتهى فيلم الشرعية الثورية وأردنا أن نؤسس بقى لنفسنا ونرسخ لنفسنا، نقوم نرجع نقول إيه؟ لا، الشرعية الدستورية لابد أن تكون للشرعية الدستورية الأولى في التطبيق، ولابد أن نحترم مبدأ سيادة القانون، وأن مبدأ سيادة القانون يعني أنه في دولة المؤسسات الكل يخضع، حكاما ومحكومين ومؤسسات وهيئات، إلى سيادة القانون. يعني وعلينا أن يعني نطبق على الشعب أن يرى ما يرونه صالحا وما يرونه باطلا، وإن يحلونه عاما ويحرمونه عاما. بالضبط. يعني إذا ما أرادوا أن يكون حلالا فهو حلال، وإذا ما أرادوا أن يكون حراما فهو حرام. لكن أنا يعني من أول يعني ما شرفتنا هنا في الاستوديو يا دكتور أحمد، بس عايز أسألك سؤال في الحقيقة، ولو إني لا أحب أن أشخص يعني القضايا، ولكن ربما تعكس القضية العامة.
موقفك كان مختلف في عهد الدكتور مرسي، كنت دايما معارض لسياساته، وكنت مش دايما، كنت معارض للكثير من السياسات، لكثير من السياسات. طيب يعني ما هو مش دايما يعني زي قرار رئيس الجمهوريه بعوده مجلس الشعب المنحل. انا كنت ارى ان ده مخالف للقانون، لانه طالما انه صدر قرار حكم من المحكمه بعدم دستوريه القانون، والقانون كان موضح ان الحكم، اذا كان هناك مواقف كان انت يعني انت موقف. توافق انت مستقل، لا انت تبع دوله دافع، موقف الذي تراه صحيحا. الان انا عضو اللجنه القانونيه بحزب الوطن. الان انا عضو اللجنه القانونيه بحزب الوطن، لكن والمتحدث باسم. طب ما الذي غير مسارك بهذا الحسم؟ انكشاف يعني، انكشف امامي الحقيقه. المساله لم تكن مجرد خلاف سياسي، يعني انا كنت اتعامل مع الوضع قبل ان انضم الى حزب الوطن على اعتبار ان الخلاف خلاف سياسي، وانا كنت في جانب المعارضه احاول ان امارس هذا الدور بمنتهى يعني الجديه ومنتهى الوضوح، في اني اقف بصوره واضحه ضد النظام الموجود لامثل المعارضه اذا ما كانت هناك مخالفات او انتهاكات تضر بالصالح العام او تضر بالاقليات، او حتى اذا كانت ما هذه الامور تخالف الدستور وتخالف القانون. لكن في وقت من الاوقات قدرت اشوف ان 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 احكام قضاء وقرارات من مؤسسات في الدوله لم تأتي بصورة قانونية، ولم يكن الغرض منها احترام مبدأ سيادة القانون، وإنما كان الغرض منها إفشال مؤسسات. وكان البعض بيستخدم الحيل القانونية لقلب الحقائق لإظهار الأمر في صورة على غير صورته. فده يعني بالنسبة لنا يعني كان يحفزني أن أنا أنزل وعارض وأتكلم، اكتشفت بواطن الأمور يعني. نعم. يعني ظاهرها كان غير باطنها، كان غير باطنها باطن، وحينما عرفت الحقيقة عدلت عن ما كنت عليه. طيب توقعاتك يعني، هل من الممكن أن تمر الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية؟ يعني هل الإشارة من المستشار نبيل صليب أن الرئاسية أولا قبل البرلمانية؟ هو ما قالش كده، ولكن في التعبير اللسان انت عارف أعلنت الحكومة على المصرية أعلنت الحكومة المصرية منذ قليل أن غدا سيخرج الرئيس المؤقت بمؤتمر صحفي ليعلن أن الانتخابات الرئاسية أولا. وهو ده قلت لحضرتك، ده الفصل الأول، المشهد الأول في الفصل الثالث من المسرحية. لكن الناس مش هتسكت. احنا دلوقتي في المرحلة دي بنراهن على الشعب المصري. الشعب المصري مش هيقبل ان الفصل الثالث يبدأ بالطريقة دي. وحتى ولو بدأ، الشعب المصري مش ممكن يقبل ان المسرحية دي تكمل بالطريقة دي. الشعب المصري هو اللي هيقف ويتصدى لده. الشعب المصري اللي بيستعد دلوقتي انه ينزل في 25 يناير. والناس لازم تبقى عارفة ان الترتيبات ل 25 يناير بدات، وان في ترتيبات لمواعيد المسيرات وتقسيمتها، ولسه فيها تحديد للميادين اللي هتكون بديله عن ميدان التحرير ازاي وامتى، والشعارات اللي هترفع ازاي، هيتم التنسيق بين الشباب في كل المحافظات وفي كل الميادين عشان نوصل للعالم كله ان الشعب المصري رافض للكلام ده. الشعب المصري والشباب هم اللي هياكدوا للعالم كله ان اللي حصل في مصر ده انقلاب عسكري، وإن اللي حصل في مصر ده على غير إرادة الشعب المصري، وإن النتائج اللي بيعلنوها علينا دي ما هي إلا تزييف وتزوير لإرادة الشعب، وإن الناس لا نزلت ولا أقلت. إذن الميادين ستكشف أيضا وتستمر في الكشف، هل كان إعراض الشباب بهذه الصورة غير المسبوقة منذ ثورة يناير عن هذا الاستفتاء، هل كان لانشغالهم بالامتحانات ولا كان لعدم تأييدهم لما يحدث في هذا المشهد؟ ينضم إلي طارق عزة، عضو حركة الاشتراكيين الثوريين، وربما يعني طارق يكون عنده إجابة على ما أشرت إليه في هذا التعليق. أستاذ طارق، يعني أنت شايف إعلان النتيجة بهذه الصيغة أولا كان متوقعا أم لا، وما هي تداعياته على أرض الواقع؟ لا والله، هو أنا النهاردة لما جيت شفت النتيجة اللي تمت، كانت أعلنت على الحد المتوقع ليه، يعني على الشيء المتوقع أن هم يعلنوا بهذا الشكل، بأن النتيجة 98% وكسور، دي النسبة اللي وافقت على الدستور. ولكن هنا يبقى سؤال، هل من الممكن أن يمرر دستور يحكم وهو المنهج السياسي الذي سوف يحكم مصر لعشرات وعشرات من السنين بهذه الطريقة وعلى جثث ودماء المصريين؟ ده سؤال المفترض ان احنا نحطه في اعتبارنا. ثانيا، اذا كنا جميعا شفنا الاماكن واللجان اللي كانت تقريبا شبه خاويه، واللي كانت تقريبا كانوا بيجيبوا العربيات اللي بتقف قدام
اللجان وبيرقصوا وبيشغلوا مزيكا وبيشغلوا اغاني وحاجات زي كده. هو الاستواء اللي نفسي اسال عشان يعملوا كنوع من الحشد، يعني ايه مبرره اصلا؟ ما كانش هيبقى له مبرر لان كانت لسه النتيجه ما طلعتش. اذا فهو النتيجه كانت متوقعه بهذا الشكل يعني، فبالتالي طبعا ردود فعل الشارع المصري يعني اعتقد ان طيب المستشار صليب اشار الى ان عدم الاقبال الشبابي برره بانهم كانوا مشغولين في الامتحانات. لا، الشباب رفضوا هذه المهزله. شباب مصر رفضوا هذه المهزله، والشباب المصري حاليا بيعد العده لننزل نحن نرفع شعاراتنا مره اخرى، عيش وحريه عداله اجتماعيه 25 يناير 2014، واذ ربما يكون هو دوت التاريخ المحدد لاسترداد ثوره يناير مره اخرى واحياءها مره اخرى في قلوب المصريين. السفير صلاح الدين عبد الصادق رئيس الهيئه العامه للاستعلامات اشار الى ان اللي حصل في الاستفتاء ده بيعبر ان الشعب اثبت ان قراره بايده، وان ثوره يونيو كما سماها شعب مصريه ليدحض تشككات المغرضين. يعني بيقول ان هذا رد قاطع من الشعب المصري على تاييده لخريطه الطريق وما يحدث بعد 3 يوليو. والله حضرتك انا هقول لحضرتك على حاجه، هو عموما اولا مصطلح خريطه الطريق ده مصطلح امريكي بحت، ده مبدئيا يعني. ثانيا لو هو سمى ثوره يونيو، هل في ثوره في الدنيا بيقوم معاها جيش وداخليه وقضاء وكل مؤسسات الدوله اللي قامت ضدها ثوره يناير اصلا تقوم معاها وتقعد بالظبط الثوره 3 ايام؟ يا ثوره كوي يعني، انا ما اعتقدش ان الكلام ده يعني ما الكلام ده من الجهل يعني، اللي احنا بنقوله عيب قوي يعني الكلام ده ان هو يتقال يعني. لا طبعا يونيو اذا كانت شايفه هي رد من الدوله العميقه على اي مرشح مدني هيمسك مصر مره اخرى. ده وجهه نظري. طيب انتوا هل لكم استراتيجيه معينه في الاشتراكيين الثوريين؟ اليوم 25 يناير على وجه الخصوص يعني. يوم 25 يناير طبعا بيتحضر له من كل الحركات على فكره، مش من الاشتراكيين الثوريين فقط، واحنا كلنا بنحاول ان احنا بنشتغل على دعوات الحشد والمسيرات السلميه ورفع وتوحيد الحركات الثوريه مره اخرى ورفع شعار عيش حريه عداله اجتماعيه. شكرا جزيلا لك طارق عزت عضو حركه الاشتراكيين الثوريين، كنت معنا عبر الهاتف. اعود الى الدكتور احمد مهران استاذ القانون العام مدير مركز القاهره للدراسات السياسيه والقانونيه. دكتور مهران عايز تعلق على حاجه؟ عايز اكمل الجزء المهم جدا اللي كنت بتكلم معاك فيه الخاص بموقف الشعب المصري مما يحدث الآن. هل الناس هتسكت وتقبل وترضى إن الموضوع يمشي كده وإن خريطة الطريق تتكمل بالطريقة دي؟ صحيح الورق ورقهم والدفاتر دفاترهم يلعبوا فيها زي ما هم عايزين، لكن عقولنا مش هيقدروا يلعبوا فيها، لأن احنا شايفين وفاهمين وعارفين كويس قوي هم رايحين بينا على فين. مش هنقبل ده، الناس مش هتقبل ده، الشعب المصري الواعي الذكي مش هيقبل ده، الشباب المخلصين اللي نزلوا وضحوا بأرواحهم في 25 يناير وما تلاها من أحداث، أهالي الشهداء والمصابين، أهالي الشهداء بتوع محمد محمود ومجلس الوزراء ومسرح البالون ومسبيرو وبورسعيد مش هيفوتوا ده، أهالي الشهداء في السويس والإسماعيلية واسكندرية مش هيقبلوا ده، كل دول هينزلوا وإحنا معاهم. الشعب المصري مش هيقبل ان السيسي يمر وتتكمل المسرحيه اللي رياسه الجمهوريه على دم المصريين ابدا. الشعب المصري هيخرج وهيرفض، والشباب اللي شايفين انه ما شاركش النهارده وفاكرين ان الشباب مشغول في الامتحانات او خلاص ما بقاش بيفكر في الوضع السياسي، بكره الشباب هو اللي هيقول كلمته. خلينا نتكلم فيه، وهو اللي هيغير، هو اللي هيحط الفصل الخريطة. القادم من المسرحيه كما اسميته دكتور مهران، يعني الأفضل لطريق الثورة هو أنه السيسي يرشح نفسه ويصبح رئيسا للجمهورية، ولا أنه حد تاني هو اللي يكون رئيس للجمهورية؟ هل الأفضل لمصلحة الثورة للانقلاب؟ آه لمصلحة الثورة الأفضل أن السيسي يرشح نفسه رئيس للجمهورية. يا سلام، إزاي؟ طبعا. ليه؟ مصلحة الثورة هتبتدي بدايتها بداية المصلحة في أن السيسي يفقد صفته العسكرية ويتحول لشخص مدني، إن السيسي يقدم استقالته مرتين، مرة للمجلس العسكري عشان يفقد صفته كعسكري، ومرة لرئيس الحكومة عشان يفقد منصبه كوزير للدفاع في حكومة الببلاوي ونائب رئيس الوزراء، ثم يتحول إلى شخص مدني، فتبدأ هنا المعركة، يبدأ هنا الشغل بقى.
تقصد أولاً تنكشف كل الأمور تنكشف على كل طبيعتها الأمور. موقف الجيش الحقيقي بقى من مساندة السيسي بعد ما تحول إلى شخص مدني هيبان، وموقف الداعمين له وهو لابس البدلة الميري هو نفس الموقف لما قلع البدله الميري ولبس البدله. ايوه بس هيبان في ايه يا دكتور مهران؟ ما هو الدستور مد لكل واحد حقه بزياده حبتين، مديله هو رئيس هو وزير للدفاع، ومخلي كل واحد يعني محصن عن الثاني، ايه المشكله؟ لا رئيس الجمهوريه هياثر في وزير الدفاع ولا وزير الدفاع يقدر ياثر في الوضع هيتغير، لانه وقتها مش هيبقى لا رئيس جمهوريه ولا هيبقى وزير دفاع، هتحول الى شخص مدني مرشح لرئاسه الجمهوريه. وقتها الوضع هيتغير، وقتها مسألة تقديمه للمحكمة الجنائية الدولية لما ارتكبوا من جرائم مش هيبقى مسؤول عنه الجيش المصري، لأن الجيش المصري هذا هو المفترض. لكن هل الجيش المصري مش هيساهم في دعمه في الترشيح؟ من اللي هينفق على الحملة الانتخابية؟ وقال أنا عايز تفويض من الجيش ومن شعبي، من الشعب ومن جيشي. طيب تفويض من الشعب وإرادته بتتزيف وإحنا عارفينها، لكن تفتكر أن كل اللي في الجيش مأيدين؟ أنا أشك إن كل اللي في الجيش مأيدين، وزي ما احنا عارفين ومتأكدين إن مش كل المصريين مأيدين. سيسي لما هيفقد صفته العسكرية ويتحول إلى شخص مدني مرشح لرئاسة الجمهورية، أنت ترى أن ذلك في مصلحة أمور كتير ما سميته ثورة؟ طبعًا هي ثورة جديدة، دي الموجة الثالثة وإن شاء الله الأخيرة. طيب. من ثورة يعني. معايا محمد عواد مؤسس حركة شباب من أجل العدالة والحرية. محمد عواد، يعني كيف تقرأ يعني إعلان النتائج للاستفتاء بهذه الصيغة؟ يعني أنا أقرأ أننا عدنا إلى دولة مبارك مرة تانية في نتائجها للانتخابات أو للاستفتاء، هو تزييف إرادة الشعب المصري. إحنا كشباب للثورة يعني ما شاركناش في هذه المسرحية العدلية ما تم فيها وفي الاستفتاء، ويمكن الجميع لاحظ ذلك، لاحظ عدم وجود شباب مصر عامة بشكل عام في هذه عمليه الاستفتاء، لاننا شايفين ان دوله العواجيز بدات تعود مره ثانيه، بدانا نشوف ان دوله مبارك بدات تطل بوجهها مره ثانيه، بدانا نشوف عوده الى النظام القمعي وما يمارس مع المتظاهرين في الشوارع الان، وفي عدد الان دلوقتي حالا اتقبض عليه في مترو الانفاق وهو بيلزق مستقات ضد التبعيه للولايات المتحده الامريكيه، ومساقات الهدف منها رفض قيد كامب ديفيد. واننا بنقول ان ما يحدث في مصر الان هو هدف اصيل او سبب اصيل فيه هو التبعيه للولايات المتحده الامريكيه، وعشان كده احنا رفضنا عمليه الاستفتاء. بنقول ان غيابكم وغياب الشباب اللي انتم شايفينه في عمليه الاستفتاء اللي تمت اعترفوا في يوم 25 يناير يوم ميلاد ثورة 25 من يناير، مؤكدين على أننا مستمرين على أحداث ومبادئ ثورة 25 من يناير، ومؤكدين أيضا على أن الثورة يجب أن تعود للميادين كي تعود مرة ثانية وتطالب مرة ثانية بحق الشهداء. بالتالي كل اللي ماتوا من الشباب بمزاد 5 إلى الآن ما كانوش عندهم هدف ان هم يبقوا وزراء، ولا كان عندهم هدف ان هم يتصارعوا على مناصب. الشباب ده مات علشان يشوف ان مصر دوله مؤسسات، يشوف مصر بتحترم الانسان، يشوف الداخليه بتتعامل مع المواطن العادي وهي تعي تماما ان هي تشتغل عند المواطن ده، مش ان هي بتنافسها عليه او ان هي بتقمعه. بنقول اننا مستمرين في التظاهر للمطالبه بكل حقوقنا. شكرا جزيلا محمد عواد مؤسس حركة شباب من أجل الحرية، من أجل العدالة والحرية عفوا. دكتور مهران، يعني ختام يجمل ما تريد أن تقوله، يمكن الوقت مش هيكفي نحن نفصل أكثر من كده. ختام لما أريد أن أقوله هي رسالة للشعب المصري أن العبرة ليست بالفكرة، فالأفكار الجيدة منتشرة وكثيرة، إنما العبرة بالعمل الجاد لتحويل الفكرة إلى واقع، واحنا دلوقتي بنستعد ان احنا نغير الواقع، واحنا مكملين حتى تتحقق اهداف ثورة يناير بشكل فعلي وحقيقي على الارض، حتى ينتصر الشباب وتنتصر ارادة الشعب المصري. احنا ما احناش خايفين رغم القتل والقمع والتهديدات والاعتقالات، احنا مكملين. الذين ولدوا في العواصف لا يهمهم هبوب الرياح. اشكرك شكرا جزيلا، واحترم لغتك العربية
يعني الفضفاضة وأيضا البسيطة البليغة، لأن احنا يعني ما أشد احتياجاتنا فعلا إلى من يخرج حروف اللغة العربية بشكلها اللائق، خاصة إذا كان يعمل في مجال القانون وفي مجال القضاء. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية. كما أشكركم مشاهدينا الأعزاء، تستمر التغطية بعد الفاصل، ابقوا معنا.